السلام عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله نناقش موضوع امتحان 2019. للإشارة، هذا الموضوع يتميز عن سابقه بكون هناك عناصر إيجابية نقدر نستند عليها لإغناء المناقشة إن شاء الله. إذا الاقتراح أنا ديالي في هذه الحصة هو أنه إن شاء الله نحاول الإجابة على مواضيع هذا الامتحان، وفاش نسالي وربما واحد الجزء أو مثلا الموضوع نشوف عناصر الإجابة ونناقشهم. شنو تيبان لكم؟ نمشيو بهذه المنهجية ولا نخلو العناصر الإجابة حتى الأخير؟ حتى الأخير نشوفوا العرض إجابة جابوا مباشرة. يعني ماشي نبداو كل جزء ونشوفوا العناصر ديالو، ولا نخليو كي قلتو حتى الأخير كاع كل شيء؟ نخدموا على الموضوع الأول ونشوفوا من بعد الإجابات ديالو. أوكي واخا، يلا الله يسخر. كيبان لي من الأحسن كل جزء جزء نصحوه وندوزو للجزء الآخر وتمشي هكذا، ممكنش تسير الموضوع حتى ترجع لعناصر الإجابة. اسمح لي أستاذ تقطع الصوت، ما سمعتكش. لكن من الأحسن نحاول ننصحو كل جزء ناخدو عناصر الإجابة نشوفو مع الجزء الآخر، نخدمو على الجزء الأول ومن بعد نناقشو الإجابات ديالو من خلال عناصر الإجابة. يلا الله يسخر. إذا معتمدا على محتوى الوثيقة واحد والوثيقة اثنان، هل توافق مضامين الأنشطة المقترحة ما جاء في التعلومات المستهدفة؟ أستاذ بارطاجيت الامتحان ما كيبان عندي أنا والو. نحيا دابا كاينين جوج ديال لي دوكيمون وخبيتها على الصفر. واش التعلمات المستهدفة من خلال التوجيهات التربوية؟ من خلال التعلمات ربما المستهدفة اللي كاينين في الوثيقة واحد. في الوثيقة واحد يكونوا ده عبارة عن قدرات، هذوك قدرات مستهدفة هما معنونين هم بالتعلمات المستهدفة، هذا هو العنوان اللي دايرين هما. يعني باش نعرفوا واش متوافق مع التوجيهات ولا لا، هاد التعلمات المستهدفة اللي كاين هنا خاصنا نشدو كل النشاط ونخرجوا الهدف منه ولا التعليمه اللي مطلوبه فيه، ونشوفوا ديك الساعه في النهايه غادي يمكن لينا نقارنوا ونشوفوا شنو هذوك ولا لا. في النشاط الاول غنحسبوا المسافه ا بي، غادي نستعملوا الكوسينيس بالنسبه للنشاط الاول. اي ضروري، نعم. إذن غير مهم بعدا واحد الفكرة على هاد الوثيقة على المصدر ديالها، هذا الكتاب ديال المحيط ياك؟ غالبا المحيط. المحيط هذا المحيط قل من في المفيد حسن منه من خلال الدروس ديالو. للأسف الجهة ديالنا احنا خدامين هاد المحيط. النقطة هذه بالنسبة للمحيط المفيد معنا إذا خدمت وي لا، بالنسبة للمحيط المفيد مع إذا خدمت واحد منطقة كان مفيد وحاليا دابا المحيط. بالمفيد ما هما جوج كتبه ما نصف الخدمة بجوج عموما. التعلمات المستهدفة غالبا جيبونهم من التوجيهات، والأنشطة جيبهم من المحيط. إذا بغي قارنوا بين التوجيهات التربوية والأنشطة اللي دايرين في الكتاب المدرسي غالبا. غير بالنسبة للوثيقة راه مشيت تأكدت من الكتاب دابا،
بالنسبه للوثيقه واحد وجوج راه بجوج خداو من المحيط، المره الاولى خداوها من توجيهات كاين في المحيط ميت، الوثيقه الثانيه كاين حاجه الانشطه بجوج كاين في نفس الكاس. دونك هذا ماشي التوجيهات التربويه اللي مطلوبين اللي كاينين في التوجيهات التربويه، هادو غير داكشي اللي مدخولين في الكاس وهذا الانشطه اللي موجوده ليها. كاينه في الحساب مثلثي. النقطه هذه سمعت بالنسبه هنا ما طالبينش توجيهات تربويه، مضامين الانشطه وتعلم المستهدف اللي مكتوبين عندهم في الكتاب، هذا يعني الوثيقه رقم واحد، يعني ما بين الوثيقتين وراه مكتوب الفوق شيء معتمدا على فحوى وثيقه واحد ووثيقه جوج، لا ما تدخل بتوجيهات تربويه. اذا نمشيو نشاط بنشاط، بالنسبه للنشاط الاول نريد تحديد المذهب بين الموقعين A و B شجرتين توجدان داخل الهوش أش والمسقط لعمود النقطة A على B C وحسب المسافة A B هو بالنسبة للنشاط الأول هو فقط تذكر بالقاعده كوس ديال الزاويه الحاده الاخوان. واش هاد الوثيقه باينه عندكم مزيان، باينه لكم مزيان ولا لا؟ انا عندي كتاب، عندي كتاب براسي صراحه ما سيرت واحد، انا ما كيبان لي كاع التوثيقه دابا خرجت عندي انا التوثيقه. غادي نصور لكم الوثيقه في الواتساب. موضوع الامتحان كاع ما كيبانش لي، راه قلب دابا شوف الا كاين شي نسخه مزيانه. بلاتي راه عندي انا نصيفط عليكم في الواتساب ولا نبارطاج ليها هنا؟ انا بارطاجيتكم في الواتساب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للنشاط الأول في تدبير بجسم الزاوية، دونك توقفوا مع هذيك الأولى، الجملة الأولى تعرف على جسم الزاوية. هو هنا دايرين بين جيب تمام وضل الزاويه، يعني بين ثلاثه تعرف واش تعمل. السلام عليكم، انا ديجا كنت درت واحد المحاوله باش نجاوب على هذا الامتحان، اش اذا كتسمعوني بعدا؟ وي كنت درت محاوله باش نجاوب على الامتحان، والجواب ديالي على السؤال الاول كان ان النشاط الاولاني عندنا في الوثيقه هو تذكير بجيب تمام زاويه حاده اللي شفتوه تلمت في الدوزيام اني. النشاط الثاني هو تعريف بجيب زاويه حاده، والنشاط الثالث هو تعريف بظل زاويه، في حين ان النشاط الرابع كيعطينا التعرف على العلاقه بين جيب وجيب تمام وظل زاويه حاده، بمعنى ان الانشطه تقريبا ربها بهم كاين فيهم هاد التعلمات المستهدفه، ولكن المشكل يعني ما تذكرش في الانشطه تعلم ديال الاستعمال المحسبه، فانك تعرف القيمه ديال النسب المثلثيه ولا العكس تعرف منهم القيمه ديال الزاويه، وايضا داك الاستعمال ديال الحساب المثلثي في حل المسائل. دونك هاد هو جوج اللي مكتوبين في الانشطه. استاذ كاينه واحد الزاويه انا غادي نخدموا بها؟ لا هاد الزاويه اللي كاينه هنايا ديال الزاويه النشاط الاول، في النشاط الاول يستعملوا فيها الكاتب زاويه سي بي 65 65 شكون ما تتبانش؟ واش 65 ولا 60؟ 65 درجه ممكن 65 انا راه ما يمكنش غادي يخرجوا القياس ديال هذه الا ما مروش من القسم ديال الزاويه. صح
بمعنى هي اخر تعلم مستهدف هو اللي ما مذكورش في الانشطه، يعني ما داروش شي مساله باش يستعملوا فيها الحساب المثلثي ديال جيب وجيب تمام وضل زاوية حد والله أعلم. المهم هذا الشيء اللي درت في الجواب والمناقشة تبقى لك معكم. شكرا. السلام عليكم. بالنسبة للنشاط الأول غنتعرف على استعملوا غير الكوسينوس، أما في التعلمات المستهدفة هما كاتبين بين الكوسينوس والسين والكوسينوس. ولكن إلا لاحظنا بالنسبة للنشاط الأول راه نشاط تذكيري، بالتالي بالنسبة لهذا المستوى غنستعملوا غير الكوسينيس، خصنا ما نستعملوش السينيس والطنجنت. ما كاينش التوافق ما بين التعلم الأول. ولكن راه غيستعملوا غير الكوسينيس فالمسألة الأولى غير الكوسينيس. أصلا راه عطاونا إشارة بلي هو نشاط تذكيري، وبالتالي خصنا نستعملوا. ولكن التعلمات المستهدفة كاتبين يعني بالنسبة لجميع الأنشطة. ده ما كاينش توافق ما بين التعلم الاول المستهدف الاول. لا دابا راه السؤال كيهضر راه كاتبين التعرف اساس اللي كتسمعوني بمعنى خاص كاين تعريف اول كاين تعريف عاد يستعمل العلاقه بين اساس اللي توافق اساس اللي كتسمعوني واخا مع واحد الاستاذ كانت تتكلم استاذ داكشي علاش كنسمعوك استاذ نسمعوك نعتذر. لا غير بالنسبة دابا السؤال راه كيتعلق بجميع الأنشطة، يعني واش هاد التوجيهات التربوية إلا خدينا هاد الأنشطة بثلاثة ولا بربعة، واش بربعة بهم غنلقى فيهم هاد التوجيهات التربوية؟ ماشي كل نشاط على حدة. بالتالي إلا خدينا النشاط الأول باعتباره راه عطاونا بالتما بلي هو نشاط تذكيري بجيب تمام، هذا يعني أن هنا ما خصناش ندخلوا الطنجونت والسينيس، ما نهضرش على الطنجونت والسينيس، خصنا فقط تذكير جايب تمام، يعني مازال ما غناقشوا. وبالتالي هاد التوجيهات التربويه راه عندنا في الفوق، يعني تذكير بجايب تمام زاويه حاده، بالتالي هذا ملائم بالنسبه لهاد التوجيهات التربويه. الله اعلم. السلام عليكم. اسمعوا الاساتذه. ايه تظننا استعمال المحسبة لتحديد قيم مقربة للنسبة المثلثة للزاوية حادة، المسألة اللي ما كاينش في الأنشطة هي العكسية، يعني انطلاق من الكوسينوس ديال واحد الزاوية ونخرجوا الدرجة ديال الزاوية، هذه اللي ما شرفناهاش في الأنشطة كاملين. انا سمحوا لي راه مازال كنقلب على شي موضوع يكون واضح. دابا حنا خصنا نمشيو كل نشاط نمشيو ليه على حده. دابا بالنسبه للنشاط الاول راه فيه التوجيهات التربويه الاولى والمحسبه بالنسبه للنشاط الاول، يعني استعمال ما جايب تمام زاويه حاده واستعمال المحسبه لحساب الزوايا المثلثيه، وبالتالي هاد النشاط كيعالج لنا هاد جوج توجيهات. نمشيو للنشاط الثاني ونشوفوا واش من توجيهات كيعالج، والنشاط الثالث كذلك، وديك الساعات نشوفوا شنو هو التوجيه اللي ما مذكورش اللي ما غنلقاوهاش كاع. نعم صحيح. النشاط الاول موافق للتعلمات المستهدفه. نعم. السلام عليكم استاذ الواحد. السلام ورحمه الله. تفضل. واش بارطاجيت معنا الامتحان؟ ما كيبان عندي انا والو. كاين ها هو الامتحان. واش ما تيبانش لكم الاخوان الامتحان؟ غير داير درتي دابا ديك الصفحه ديال تيبان غير والو. واش نعاود نخرج وندخل ولا كيفاش كندخل؟ لا تيبان استاذ تيبان سي عبد الواحد غير طلع باش يبان لنا النشاط الثاني والثالث. انا ما تيبان عندي والو. قدرت
بالنسبه للتعلم المستهدف الاولى، تعلم المستهدف الاولى نشاط 4 يوافق ليه. سي عبد الواحد حاول كاع تحيد ديك الصفحه حيت كتغطي على الانشطه، واحد الصفحه دايره كتغطي على الانشطه. صافي دابا هو باين غير دابا مزيان. للأساتذة واش نتسناو واقيلا شي حاجة ولا نناقشو ولا تنتسنى غير لقى الوثيقة، مازال تنتسنى شي واحد يبارطاجي معايا الامتحان باش شي حاجة اللي تكون باينة. لأن شحال من واحد واش نصورو الكتاب؟ عندي كتاب نصورو ولا سمعت الأساتذة قال لك صوروه، واش ما صيفطوش العملية؟ صورت بلاتي كاع شوف بلاتي سمحوا لي راس الصوره احسن، داكشي فيه الالوان الصوره احسن تكون من الاولى وغيكون داكشي اوضح والله اعلم. مزيان هذه شويه واضحه دابا شويه. قلتي شوف وحده صيفطتها في جروب واتساب شوف واش باينه. صورت الكتاب في الجروب ديال الواتساب. انا الصوره اللي كاينه في الكتاب احسن لانها واضحه كما قال الاستاذ، تكون احسن كاع من ديال الامتحان. انا راه ما وصلني والو في الواتساب، دابا يمكن شي مجموعه اخرى. هذه ديال النت نشكو انا اصلا واحد ديك اللي عامره ما كاينش انا فيها، كاينه واحد المجموعه اخرى ديال مات في بي. فاش كاينه انا ادخل المهم شوفها دابا، شوفها عاوتاني. داخلكم شي واحد اللي داخل في المجموعه الاخرى يبارطاجيها الاخرى، لان راه انا ما داخلش ليهم بجوج. راه بارطاجيتها بجوج مجموعات. ما طلعتش هذيك النسخه اللي صيفطت انا تاع الواحد ربما أحسن من هذه. إيه صافي واحدة كاع كولي، راه هي واحدة كاع مزيانة. صيفطتها في الجروب. إيه واخا. اي صافي واضحه صافي مزيان وصل شكرا. احنا المالوير اذا نجاوبوا كل نشاط على حيده قلتو ياك النشاط الاول. لا سبب الواحد نعم نحاولوا نشوفوا كل نشاط ونديروا التوجيهات التربويه اللي كاينين فيه كل نشاط، وبالتالي في الاخر غنجمع التوجيهات التربويه اللي ما مذكوراش راه هي اللي خاصها. ولا تذكروا كاملين راه الانشطه، يعني الانشطه ملائمين بالنسبه لهذه التوجيهات اللي عندنا ولا لا. اذا ذكر داك الشيء اللي توصلنا ليه دابا بالنسبه للنشاط الاول ياك مكتوب بعدا. اي اذا قلنا على استعمال المحسبه ياك، عندنا استعمال المحسبه وجيب وتذكير بجيب تمام زاويه حاده. التذكير والاستعمال تذكير واستعمال لان
انا هو التعرف على المتعلمين في السنه الثانيه. نعم من الافضل نكونوا محددين شي شويه لحقاش استعمال الحاسبه راه كاين بطريقه مباشره وعكسيه، انطلاق من الزاويه القص كما مقرب ديالها ومن القص للزاويه. هذيك العكسيه التذكير بجيب تمام واستعمال محسبه في تحديده لحساب جيب تمام زاويه حاده، استعمال محسبه لحساب جيب تمام زاويه حاده اللي هي زاويه 65 في هذه الحاله هذه. من الافضل ديال لتحديد قيمه مقربه لجيب تمام زاويه حاده. ايه انا ما تعطينيش تعطينا فاصله تعطينا لان ما تعطيناش قيمه مضبوطه ما تعطيناش قيمه مضبوطه لا تعطينا 65 ما تعطيناش قيمه مضبوطه مش ما كاينش في الجدول لا ما كاينش خاص قيم خاص وهذا الجدول وهذا الجدول بالمناسبه واش هذا الجدول كاين في الثالثه اعدادي ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش في الثالثه اعدادي اصلا كيحسبوا بالاستعمال الاله حاسبه حيت ما عندهمش في التوجيهات. نعم ما كاينش في التوجيهات. نعم ما كاينش مثلا حنا عملنا بكره واخا تكون كاع دوك الزاويات الخاصه يعني التلفيز الاله الحاسبه غير عرف حنا اللي كنديروا بيناتنا اساتذه ديال الرياضيات وصافي. ايه انا كنعقل كان كي الاستاذ كيدرنا الجدول كيدرنا الجدول في الاعدادي. لا راه كان في البروغرام فاش قرينا حنا راه كان فيه فعلا. انا بدا كيت فاش قريت البروغرام فاش قريت سميتو راه كان فيه لان ماشي هذاك الكتاب ديال دابا فينا فاش قريت انا بعدا من اللي قرينا راه كانوا تال مجموعات مجموعه ان ومجموعه وكاين مجموعات فيه. دابا تغير كل شيء. بالنسبه للنشاط الثاني نتعرف على جيب زاويه حاده السينس هو فقط اللي كاين في هذا النشاط. نعتبرين السينس غير واش كاينه في التعلمات المستهدفه؟ نرجعوا للصفحه هذه نرجعوا للامتحان. استعمال محسبه لتحديد قيم مقربه التعرف كاينه في التعرف. هنا في التعلم الاول تعلم مزدف اول تعرف على كل نسبه على حيده اولا ثم العلاقات بيناتهم علاقات ربما حتى النشاط الثالث الرابع زعما يعني في الاول نتعرف عليهم على كل نسبه على كل حيده كل واحده على حيده. دابا بالنسبه للنشاط الثاني القدره اللي عندنا هي القدره المنتظره هنا هي التعرف على الجيب تمام على جيب زاويه حاده ياك داكشي اللي عندنا. اي نكون على ظل زاويه حاده واخا نشاط هما العناوين مكتوبين كاع كل نشاط مكتوب العنوان ديالو هذا جاد شي ماضي بليك شرح الواضح المفتاحات النشاط الرابع تعرف العلاقات ياك تعرف واستعمال العلاقات بين الجيب وجيب تمام وظل الزاويه. اي ولكن وقت ما كاينش استعمال ما كاينش استعمال هذيك ما كايناش هذيك هي التعرف فقط غير التعرف يعني دابا غتكون باينه ان هذيك استعمال ما كايناش دابا خرجنا خرجنا العلاقه اللي كاينه بينها
استعمال ما كاينش لان ما حاطينش شي قيمه شي نسبه من نسبتين باش نحددوا الاخرى. انا اللي لاحظت هادو اصلا استعمال الاستعمال غيكون في التطبيق. هنا الى لاحظتوا هاد الانشطه راه انشطه بنائيه كان انشطه تذكيري وبنائيه شي علاش الاستعمال نورمالمون غيكون في انشطه تطبيقيه اييه مش ضروري في استعمال في انشطه تطبيقيه يقدر تما يعطي يقول لي سؤال حدد الكوسينيس بدلاله السينيس حاول قاوس دير لنا ديك الصفحه ديال التوجيهات التوجيهات هذاك هذاك اخي انا اكيد مدرسي ماشي التوجيهات قدرات مستهدفه ديال ولكن هما ولكن هما كيتسولونا وفقا لذاك الشيء وفقا لذاك التعلمات التعلمات المستهدفه هضره اخرى اي المهم حنا كنجاوبوا وفق ديك التعلمات اللي عاطين تما التعلمات غير هنا واحد الملاحظه اشنا هي في ديك الاولى تعرف واستعمال العلاقات ديك استعمال اللي كاين الفوق واستعمال اللي كاين لتحت في القدره في التعلم المستهدفه ديال التحت استعمال وحساب استعمال حساب ممكن في حل مسائل هندسيه يعني خص يكون واحد التمرين نموذجي يكون واحد التمرين نموذجي اللي نستعملوا فيه قاعد وضعيه تكون عندنا وضعيه ادماجيه اذا التعلم المستهدف الاخير راه ما كاينش في الانشطه اللي مذكورين لا ما كاينش وايضا جزء من التعلم الاول داك التعلم الاول الاستعمال استعمال السلام عليكم استعمال عدم ورود استعمال علاقات بين الجيب وجيب تمام وضل الزاويه حاده وطول ضلع في المثلت قائم الزاويه وكذلك استعمال الحاسبه عكسيا لتحديد هنا عندنا الزاويه المقربة يكون عندنا القسط ديال الزاويه وخرجوا منها زاويه حميد استعمال العلاقات بين جيب وجيب تمام والضل والطول يطلع مثلات كاينه راه في النشاط الثاني ولا لا هذا ما خصنا نفرقوا بين تعرف واستعمال تعرف اللي كاين ولكن استعمال بحال واش كاين والله اعلم كاين شي مالكم استعمال كاين في النشاط الاول اخوان كاين شي استاذ معنا ربما ما دايرش الكيت خدام البي سي وما دايرش الكيت تيرجع لينا الصدى ديال الصوت دابا تنسمعوا الصوت مضوب بجوج السلام عليكم تفضل بالنسبه للنشاط الاول راه فيه تعرف على جيب ولا التذكير جيب تمام واستعمال ديالو ولكن بالنسبه للجيب والظل راه ما تذكرش نهائي ما عندناش الاستعمال ديالهم الاستعمال ما استعملناهمش انا ما موافقش في هذه النقطه تفضل علاش حنا راه ماشي بالضروره مثلا ملي كتقول لي الكوسينيس كيساوي مثلا ا بي على بي سي مثلا راه حنا استعملنا الطوليط الضلعي راه ماشي بالضروره يكون تطبيق عددي انا استعملت الكوسينيس بدلاله الطوليط الضلعي ديال واحد المثلث قائم الزاويه لا بالنسبه للسينيس ماشي بالنسبه للكوسينيس راه غير الاستعمال غير بالنسبه للسينيس والطنجنت النشاط الثاني والثالث بالنسبه للسينيس والطنجنت استعملنا اضلاع مثلث تما يعني ممكن نعتبروا هذا كي ديسيل صحيحه كتبان لي صحيح اذا نعم اذا كتبوا لنا موافقه للتعلمات بلا ما استني واستعمال اذا ما كاينش هذيك الاخرانيه وقيله لم انا اللي بان لي اللي ما كاينش استعمال الصوت راه ما بقاش مسموع الصوت
كتسمع شنو كتقولوا الاخوان؟ راه حبست عليكم الصوت، كاين الصدى ديال الصوت شي واحد عندي. تيستي واحد بواحد نشوفوا شكون. السلام عليكم. السلام. المهم المشكل دابا ما كاينش. بالنسبه للتعلم المستهدف الثالث، الواحد راح يبدا لك الصوت. نعم يا سيدي. واخا نكملوا صافي. السؤال الثاني بالنسبه للمضامين، مضامين الانشطه قلت توافق التعلمات المستهدفه ما عدا واش اللي بانوا ليا استعمال المحسبه، هذه النقطه ديال عكسيا كاع ما كاينه. يعني مثلا نعطيك القياس وتحدد لي الزاويه، نعطيك يعني القيمه المقربه وتحدد الزاويه، ديك عكسيا ما كايناش. والنقطه بالنسبه لا النقطه بالنسبه لا تغير الكوس وحدد السينيس ما كايناش. ولكن واش يعني من تعلم الاساس استعمال المحسبه لتحديد قيم مقربه للنسب المثلثيه كمل، وعكسيا عكسيا ما كايناش. يعني تحديد الزاويه يعني تحديد الزاويه انطلاقا من النسبه المثلثيه، ويعني تحديد الزاويه انطلاقا من قيمه مقربه لنسبه مثلثيه. هذه كاينه في الثانوي التاهيلي عكسيا كاينه. لا راه ممكن راه كاينه تستعمل كوسينيس موازنه بالنسبه ل كاينه في التوجيهات كاينه القدرات المستهدفه. المهم بالنسبه لينا احنا عكسيا ما كايناش. وما كاينش هذاك بالنسبه لك عطاك الكولور السيني تحسب الاخرى تحسب اما كوس اما السين هي ما كايناش. راه هذا هو المشكل. يعني ما كاينش استعمال ديال الاستعمال العلاقه السينيس كاري بلس كوسينيس كاري تساوي واحد، غير التعرف عليها هذه لحساب الكوس ولا مجرد تعرف بمعلومه تعرف العلاقه، ولكن ما كاينش استعمال العلاقه. سدرسة إذا إلى مشينا بحال هكذا في كل تعلم مستهدف راه غلق حتى شي تعلم مستهدف ما كاين. إلى مشينا في كل تعلم مستهدف تنشوفوا شنو هما الحوايج اللي خصهم يداروا فيه، بحال مثلا غير استعمال حساب مثلثي في حل مسائل هندسية متنوعة. إلى رجعنا مثلا للتوجيهات التربوية تيقول لك حتى مسائل من الهندسة الفضائية حتى هي خصها تكون موضوع ديال مناقش في هذا في المواضيع اللي كتناول في الدرس. وهنايا حنا كنشوفوا فقط غير كتذكير، يعني ما كنشوفوا حتى شي نشاط يعني هكا صريح اللي فيه استعمال ديال او تنوع في المسائل اللي غنستعملوا فيها. كذلك هذه العلاقه كوسينوس كاري زائد سينوس كاري يساوي واحد. بلاتي غير كنت بغيت عندي واحد الملاحظه، استعمال الحساب المثلثي في حل مسائل هندسيه واش في هذه الانشطه بربعه ما مذكوراش؟ مذكوره في نشاط رقم واحد، راه حلينا مساله هندسيه باستعمال الحساب المثلثي ولا لا؟ يعني راه تمت راه هذاك راه صحيح راه كاين مذكور يعني موافق عليه. وبالنسبه لحساب كوس وسينوس بمعلوميات احد لا ما كايناش هذيك، يعني ما كاينش انا ما عدا نقطتين، النقطه الاولى ديال المحسبه عكسيا يعني تحسب بالعكس، والنقطه الثانيه هي معلوميات الكوس والسين تحسب احدهما بمعلوميات الاخر. هادو هما جوج نقاط اللي ما كاينينش بالنسبه مذكورين في التعلمات وما كاينينش في الانشطه. وبالنسبه للمسائل الهندسيه فكاينه النشاط الاول، هذه ماشي مساله هندسيه، راه مساله هندسيه هذه، واستعملتي الكوسينيس كوسينيس ديالها راح يسمى مثلثي. شنو بها الاخوان متفقين؟ مزيان انا متفق مع الاستاذ.
عكسيا ومعلومة هذه ما كاينينش. ما كاينينش ومن السلام عليكم. السلام عليكم. وي الصوت كي كيتسمع واضح ياك؟ وي هذيك واضح ياك ماشي ما كيرجع الصوت ياك؟ دابا وصلت الصوت. شوف بالنسبه لهذيك التعلم المستهدف الاول خصنا نقراو هذيك الجمله مزيان، تعرف واستعمال العلاقات. خليها فك هذيك الشاشه. الأول تعرف واستعمال العلاقات بين جيب وجيب تمام وذيل زاوية حادة وطولي ذي العيني في مثلث قائم الزاوية، يعني الكوسينيس محادي على الوتر، سينيس مقابل على الوتر، والطنجنت يعني المقابل يعني المقابل على المحادي، يعني العلاقات ما بين النسب المثلثية وأطوال أضلاع المثلث، يعني راه كاينة واضح يعني كاين معرفه واستعمال العلاقات كاينه، يعني كاينه في النشاط الاول تما هنايا دايرين، لكن لم تتطرق الى استعمال العلاقات بين النسب. هنا ما قالوش لك العلاقات بين النسب، يعني العلاقات بين النسب اطول اضلاع مثلث قائم الزاويه. ولكن ذكروا استاذ استعمال العلاقات بين جيب وجيب تمام وضيق زاوية حادة. وكمل وطولي ذي العيني. وطولي ذي العيني يعني ماشي العلاقة ما بين الكوسينوس والسينوس والطنجنت، يعني العلاقة ما بين الجيب مع طولي ذي العين الزاوية، والعلاقة ما بين جيب تمام وطولي ذي العين الزاوية قائمة، والعلاقة ما بين ذي الزاوية وطولي ذي العيني مثلث قائم الزاوية. فهمتوا الجملة؟ نعم سيدي. ياك هي هذه، يعني هذا هو المعنى ديالها. متفقين معايا؟ متفق معاك. اذا حيدو راه ما صحيحاش. شكرا الله يجازيكم بخير وتبارك الله على السي عبد اللطيف والسي عبد الواحد. مرحبا بك اسامه، الله يجازيكم بخير. صراحة إلا ما رديتيش ليها البال بحال هذا الشكل الصياغة، ما صراحة الله ماشي شي هذيك الصياغة ما راه كيقصدوا هما ما بينهم ما بين المثلث وراه مذكورة ما بينهم. إلا قلتي في العربية يعني راه العلاقات ما بين يعني النسب المثلثية فيما بعضها وعاود ما بين النسب مع طولي الضلع. ولكن هذا غالبا اللي حط السؤال ما غاديش يكون تابع لهذه القضية. لا راه التوجيه التربويه مكتوبه بهذا الشكل هذا هكذا كان مكتوبه في التوجيه التربويه، تعرف واستعمال العلاقات بين الجيب تمام والجيب والاضلاع، يعني هذوك من جهه والاضلاع من جهه ثانيه. واخا على اين شوفوا النشاط والسؤال الثاني، مستوى الدراسي المستهدف من هذه الانشطه والثالثه اعدادي. واضح واضح السنة الثالثة إعدادي. قال لك معالي الجواب بالنسبة للسؤال الثاني. لأن تم ذكر المفهوم ديال السينوس سينوس والطنجنت. وهذا المفهوم يتم تدريسه في السنة الثالثة. هو التعليل اللي غنعطيه. نعم؟ تا هنا نقولوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي. السنة الثانية كندرسوا الكوسينوس فقط. إيه هنا نقولوا السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، لأن تم التطرق إلى مفهوم جيب زاوية وضل زاوية حادة، وهذا المفهومين يتم تدريسهما في هذه السنة. ولسنا دليل القدرات المنتظرة. هتزيد عنوان الدرس وموقع البرنامج. صحيح بالمناسبة
إذا الدورة الأولى ما سمعنا ولا أستاذ. عنوان الدرس هو الحساب الموقع هو درس من الدورة الأولى. نعم أستاذ، العنوان ديال الدرس باين الحساب المثلثي الموقع ديالو من الدروس ديال الدورة الأولى. عنوان الدرس هو الحساب المثلثي، ممكن نزيدو الفرد الثالث. كاين نقولوا الفرق الثالث من الدوره الاولى، نقولوا ديما الانشطه الهندسيه. الامتحانات اللي فاتوا واحد الملاحظه استاذ، تفضلت في الدرس هذا سير كملي في فكرتك. لا قلت لك على حسب السؤال ديجا في الامتحانات اللي كنا ناقشناهم من قبل موقع الدرس في البرنامج الدراسي كنا كنقولوا غير الدوره الاولى ولا الدوره الثانيه، يعني ما كنذكروش الفرد او لا واش هندسه ولا جبر. نعم غير هنا واحد الملاحظه اسمح لي هنا باش نحسموا في هذا، لان هذا السؤال كيتكرر بزاف باش نحسموا. انا درت واحد الاستشاره مع واحد مع السيد المفتش على طريقه الاجابه على هذا السؤال هذا، قال لي ودي من الاحسن انه نذكر المجال واش هو هندسي ولا يعني المجال الهندسي ولا الاعدادي ولا المبياني والاحصاء، ونذكر الدوره ونذكر الفرد يعني واش ندخلوا في الفرد. من الاحسن حنا ما نخسروا والو، من الاحسن نذكروا، لان ملي كيقول لك الموقع يعني هنا كتحصر داك ولكن غير واحد القضيه استاذ، هذه القضيه ديالو واش هندسي ولا جبري هذه مازال مختلف معك انا، لان كنتيني تقترحتيها في المره الفايته وباقي عندي فيها انا مشكل. علاش؟ لان كيكون سؤال من بين الاسئله اللي كيتقترحوا في الموضوع تيقول لك حدد الاطار ديال هذا سميتو ديال هذه الوضعيه، وهنا الاطار هو اللي تنحددوا فيه واش هندسي ولا جبري ولا مبياني، هنا فين تيخصك تحدد. اما هنا فقط غير التموقع ماشي على اساس انه في الانشطه الهندسيه ولا جبريه. انا هذه الملاحظه اللي عطاني السيد المفتي اولا ما كيف عطاني سيدي كما قال داك ما يدير هو كل سؤال اساتي داخل الموقع من البرنامج، يعني ماشي لا ما عنده حتى علاقه بجبر ولا هندسه، لحقاش ما كاينش داك الفصل بين هو كانت مثلا التوجيهات ولا المذكرات تفرق الدروس جبر وهندسه كمرحله زمنيه ما كايناش، مساله مخلطه. دونك الموقع هو الدوره مثلا والفرض، هذه باقي متفق الفرض فاش غيكون. كيف التوجيهات التربويه استاذي؟ كيف التوجيهات التربويه مقسمينهم الانشطه الهندسيه والانشطه العدديه والانشطه المبيانيه والاحصائيه، مقسمين في هذا مقسمين في التوجيهات خدمه وسهل الميكرو، خدمه وسهل اللي كيتكلم دابا سي بعمران. غير خدم الميكرو لان طفيت كلشي كان صداع، ما كاين شي ميكرو فيه مشكل. الاخوان اللي بغى يدير المداخله ديالو يسد الميكرو وتفضل، غير اللي يكمل المداخله ديالهم الافضل يعاود يسد الميكرو باش ما يكونش داك التشويش طن جزيلا. الاستاذ اللي كان تيدير المداخله اذا واخا بعد درس ديال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما عرفتش انا اللي كتقصد. المهم اسمح لي بالنسبه ليا ان في رايي ان كما تنسيب ما عرفتش كيما درنا
أن التموقع ديال الدرس في البرنامج هو الترتيب ديالو في الدروس فين غيكون؟ تحسم لنا في هذه المسألة هي ندخل الدورة ونذكر الفرق في المجال الدراسي اللي حقيقة ما فهمتش معاه في إشكال. صراحة الله أنا معك في هذا الطرح هذا صحيح، خصوصا وأنهم قالوا لنا بين يعني في البرنامج الدراسي إذا خصنا نوضحوا الدروس. نعم خصوصا كفكرة أشنا هو المميز أن نذكر جبر وهندسة، أنا باين أستاذ أشنا هو زعما الحاجة باش غيمتحنوك واش هذا جبر ولا هندسة، فيها زعما شي حاجة اللي تستحق يمتحنوا فيه الأستاذ واش هذا جبر، باين الدرس ديال الهندسة وباين الدرس ديال الجبر، الله أعلم. إذا واش جا من بعد الدرس ديال كاين ترتيب وفي تاغورس طاريس في تاغورس ياك في تاغورس أو طاريس جم بعد أتلس ها؟ بارجي طاريس. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الحساب متلاتي جا مورا في تاغورس، ولكن هنايا خاصنا نحدو من واحد المسألة هي هذاك في تاغورس. كاين شي صوت سي المهم نكمل مباراه عاود خدم الميكرو تكلم استاذ. وي بالنسبه لعنوان الدرس، عنوان الدرس راه خاصنا نشوفوا العنوان اللي كاين في المذكره 192، راه ما كايناش فيثاغورس مباراه فيثاغورس مذكره 192، راه كاين المثلث القائم الزاويه خاصنا نتابعوا هذه القضيه. بالنسبه لهذا الدرس راه كاين الحساب المثلث، نقدروا نقولوا ياتي الحساب هذا الدرس بعد درس المثلث القائم الزاويه الذي يندرج ضمن الانشطه الهندسيه للدوره الاولى لسنه المهم للدوره الاولى، وتندرج في هذه الدروس ضمن فرض المحروس رقم 3. غير حاجه اللي بغيت نشير لها هي خاصنا نحداو غير مع العناوين. ما كاينش الحجز ديال المباراه في دافورس مديكيرا من 92، كذلك النشر والتعميل، ما كاينش النشر والتعميل والقوى، كاين درس الحساب العددي. والله اعلم. اذا ملاحظه كان استاذ التربويه واش فيه ملاحظه في دافورس في التجاب يندو يمكن يندو. وي تفضلوا استاذ تفضل. غير في اطار الملاحظه ديال الاستاذ الاخر لدواء فاش دوى على الدرس ديال هنا كنناقشوا الدرس ديال الحساب المثلثي، وبالتالي من الاحسن نقولوا كما قال ضمنه ولكن ماشي بعد، ضمن الدرس ديال المثلث القائم الزاويه. ياك هنا المثلث القائم الزاويه فاش درسناه الثالثه اعدادي؟ لا استاذ شوف في المذكره 192 كاين المثلث القائم الزاويه بوحده يعني كعارضه، وياتي من بعده الحساب المثلثي. ماشي ضمن هذا الدرس فاش كاين؟ لا كل وحده كاينه بوحدها، مثلث قائم الزاويه بوحده يعني كيقصدوا به مباراه فيثاغورس مباشره والعكسيه، وكاين الحساب المثلثي بوحده. ولكن هذو بجوجهم ضمن درس مثلث قائم الزاويه. لا متفق معك، ولكن المهم على حساب هادشي اللي كيف مذكره 192 كل وحده دايرينها بوحدها حسب الجهات. رجعتي كاين الدرس ديال المثلث القائم بالزاويه سمعتي ومقسمينه ودايرين فيه مباراه فيثاغورس وحساب المثلث ودايرين فيه الزاويه المحيطه بالزاويه القائمه. دابا ما عرفناش دابا انا واقيلا كنظن انا نمشيو مع المذكره 192 هي اللي فيها هذاك التقسيم ديال الدروس مع الفرق. والله اعلم. هو كما قال الاستاذ من الافضل نتقيد المذكره، والا غنختلفوا بزاف في الاراء. اللهم المذكره وهي اللي رسميه،
ذكرت ان الدرس ديال الحساب المثلثي بعد درس المثلث قائم الزاويه وقبل الزوايا المحيطين نديروا داك الشيء ونتهناو. كاشاره فقط الاستاذ اللي تكتب من الافضل دير كمرجع وهذا تيزيد واحد القيمه مضافه دير حسب المذكره 192 العنوان هو وكمل. انا التعجب اللي عندي هنا هو ان التوجيهات التربويه المذكره 192 جاي من نفس المصدر ورغم ذلك كيبان لك بحال الا كاين واحد النوع ديال التناقض بيناتهم. كاين واحد الاختلاف بسيط استاذ. راه المذكره 192 جات في 2010 من بعد التوجيهات. ولكن ما ترى نقولوا ان مذكره جات شو استاذ عنده هذا المشكل هذا كاين مشكل في الصوت وقيلا ما كنسمع والو. ما عرفتش شي حد شي استاذ دابا كي عنده الكونيكسيون ولا بروبليم ديال قلت لك مادام جات المذكره 192 بعد توجيهات سيرتو هي كتكلم على الترتيب تاع الدروس يعني غالبا ناخذو بها. دابا راه فيهم بجوج ربما المشكل اللي كاين هو ديك الزوايا المحيطيه والمركزيه فاش دابا التوجيهات ما لقيتش ما ذكروش كاع ما الزوايا المحيطيه والمركزيه هذا هو الفرق اللي مدخلينها بالدرس ديال المثلث القائم بالزاويه اش من علاقه هذا تبان فين مدخلينها وشوف انت ما واش كاينه في داك الطابلو كاينه في الطابلو ديال هذه القدرات دابا اذا مشيتي قريتي القدرات اللي عندك اللي عندنا في هذا في الدرس القائم بالزاويه كتلقى الزوايا المحيطيه والزوايا المركزيه. لا 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 علاقة الله عليه الدرس ديال التادية في التادية تقديم الأعداد الحقيقية كاين في الدرس ديال المثلث القائم الزاوية والدائرة هذاك عنده تفسير هذاك مازال عنده تفسير بيتاغورس ولكن واخا هكاك جاي هو في الأنشطة العددية هو كاين في الأنشطة العددية كيفاش غندخلو في ذاك دابا الى رجعتي للمذكره حتى مذكره 192 ما كاينش العدد الحقيقي السنه الثانيه تقديم العدد الحقيقي ما كاينش تقديم ديال العدد الحقيقي ما كاينش السنه الثانيه في المذكره 192 حيت هو كاين في الثانيه ايه كاين ماشي ما كاينش ولكن كيتدار في مبرانات في طاورس لان هذيك هي المناسبه فين الدراري يفهموا مزيان من تما تيبداو اي غير دابا واش ملي مثلا اذا طلبت لنا من مثلا الجداد ديالو ولا سميتو واش غنديروه وفق هذا الدرس هذا ولا بوحدو ولا واش بجي كيفاش مثلا دابا طلبت لنا الجداد يعني واش غنقدموه في مباراه في فيثاغورس ولا غنقدموه بوحدو ولا كيفاش غنديروا ليه وخرج الموطه ديالو دابا بحال هذوك الحالات الخاصه لا اظن انه غادي يورطونا الأعداد الحقيقية غادي ندير مربع مثلث دوك الأضلاع الدرع اللي غيحسب يخرج لي شي جذر اللي ما عارفش مثلا ماشي 36 ماشي مربع كامل وغتبني به عدد حقيقي فهم والله أعلم هادشي لي الفكرة ديالي اذا واخا باش نساليو هذا الجزء شويه نسربو عفاكم المكتسبات القابليه الضروريه لبناء هذا الدرس عندنا جايب تمام زاويه حاده مكتسب جايب قراو في الثانيه قراو في الثانيه والمثلث قائم الزاويه مثلث قائم الزاويه السلام عليكم مبرهنات في طاورس المباشره مبرهنات في طاورس المباشره لا والعكسيه الا كنت غير العكس احتاجوا بالنسبه للبرهانه نعم هي مباراه في طاغوس مباشره والعكس نعم
لان العكس دابا كتولات مكتسبه تحتاجوا في البرهانه برهانه بيتاغور الثانيه جذور نعم جذور مربعه قلت العدد جذور مربعه جذور مربعه الرابع الرابع المتناسب لا الرابع الرابع المتناسب تناسبيا دابا هو نهضروا على المكتسبات القبيه الضروريه يعني الحاجه اللي هي ثانويه نحاولوا نستثنيوها ربما تلعب الواحد واش تسمع الصوت ديالي واش غنقول لك السي عبد اللطيف الصوت انا ديالي ما بقيت كنسمع لا حيت حمره ندير مداخله ولا شي حاجه ما تيتسمى حتى يتسمعش لا اي ديري ما تيتسمعش علاش بالنسبه للاخ كاين مشكل في سميتو عيبي ربما سميتو الاخ شعيبي راه اللي عندك المشكل إيه سي شعيبي الا كان ممكن راه عندك شي مشكل يا اما في الميكرو ولا كاين حدا شي باف ولا شي حاجه وتيدير داك الصدى ديال الصوت الا كان ممكن تعالج المشكل ديك الساعه شكون شكون هذا اللي عنده مشكل شكون نسد الميكرو باش ما يكونش داك الصدى شكون عنده مشكل سي شعيبي هو اللي مسمي راسو الشعيبي ربما هو اللي عنده المشكل هو اللي كيبقى يطلع عنده داك الصدى ماشي دائما غير مره كيطلع ربما عنده شي مشكل فيت ولا شي باق ربما يكون داك الصدى ديال الصوت خاصك تبلغ به الاداره من معنا ان شاء الله كنستمر سي عبد الطيب قال لك ان شاء الله معمول على خزي ان شاء الله هسه سيده كتسمعني تفضل اسي تفضل مازال عندي المشكل مازال كاين مازال كاين المشكل كاع المشكل اسي شعيبي تنبقاو نسمعوا واحد طق 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 مره سيكون لا دابا انا كنت في البيت كنت في البيت وكان الصوت الصوت بحال اللي كيرجع من البيت كانت البيت مسدوده ومفرشه وقيلا كيرجع الصوت شوفوا كاع دابا واش كاين هذا المشكل المهم دابا قل الصوت مزيان دابا عرف راه كاين المشكل لا دابا كنت في البيت كيرجع الصوت وقيلا من هذا كنحس بالصوت من ديال البيت دابا الا ما كاينش مشكل اذا لما تبلغ بيا قلنا مثلث القائمة مكبر ماشي مشكلة مثلث قائمة ماشي بالنسبة للثلاثة هي كل شيء مزاج استدراج يعني مشكلة ديال الصوت غير يحاول يسد هذاك المايك الميكرو يسدو السلام عليكم اظن ان الاستاذ عنده مشكل في المايك وقيله لو انه استعمل وقيله التليفون من الافضل بلا يكوتر بلا صحيح يكون افضل نحيد هذا استاذ اللي كانت وجدت شي مكتسبات قبليه نورينا الله يجازيك بخير غير باش نستمروا في المناقشه ان شاء الله بعدا بحيت لي كيت دابا واش باقي مشكل لا ما بقاش ولكن مره كامل هم بان دابا تسعى مزيان ومليكيت ليكي تحيدتهم انا دابا سي عبد الواحد واش تكتب المكتسبات القبليه ولا ما تيبان لي والو ما تكتب والو وقفه ليكرو استاذ المكتسب درت انا درت وقفه ما تيبان والو واخا تنعاود
واخا يا تفضلي استاذه بعدا باش نكملوا الفكره. واخا ما بغيتش نهضروا الاساتذه كيهضروا. قلت لك عندي في المكتسبات المثلث القائم الزاويه كاينه مبرهنه طاليس حيت كتستعمل باش يلقى ديك التعريف ديال النسب المثلثيه. كاين جيب تمام زاويه حاده خلاص المثلث قائم الزاويه راه فيه مبرهنه بيتاغورس. صافي هادشي اللي درت انا في المكتسبات. وكاينين المكتسبات اللي هي ضمنيه كيف ما قلت ما نذكرهمش بحال مثلا القاعده ديال لي برودوي اون كوا اللي هي الرابع المتناسب مع القضيه ديال هذاك الحل ديال المعادلات فاش كيلقى العلاقه بين الا كان كيستعمل العلاقات بين جايب تمام وجايب فضل زاويه حاده. وهادو ما كاينلاش نذكرهم يعني نذكروا في العناوين الكبرى وصافي. ليش كيتي فيها ما ديريهاش نورمالمون في الامتحان؟ لا راه هادو ما كتبتهمش انا قلت لك غير كاينين ولكن ما كتبتش. كتبت انا غير مثلث قائم الزاويه مبرهنه. انا بالنسبه لي التناسبيه كاينه ولكن ما عرفتش واش غادي تذكر ولا لا. اذا درتي مبرهنه الطريس المباشره راه فيها كلشي اصلا حتى مبرهنه الطريس من المكتسبات ديالها التناسبيه بمعنى راه جمعتي كلشي. وي هذاك الشيء علاش ما كتبتش انا. إذن إذا كان شيء إضافة شيء مكتسب آخر واش إخوان تتبان لكم ليكرون ياك يبان لكم هادشي اللي كاين حتى استعمال محسبة لتحديد قيمة مقربة للكوسينيس وخبرت كاين لا حد ما كتبش استعمال محسبة مكتسب مكتسب كيف السنة الثانية ولكن ديال الكوسينوس بوحدو واقيلا ماشي طونجونت لا ديال الكوسينوس هو الكوسينوس هو اللي نحتاجو في النشاط الاول كوسينوس ديال 65 دونك حنا هضرنا على جوج تمام الزاويه حاده لكن السؤال الى سمحتوا لي على ما هي الاساسيه الضروريه لبناء الدرس ماشي على ود الانشطه وماشي النشاط الاول الاول راه ما استعملناش للبناء راهي ديال لك البناء الدرس يعني داكشي اللي غيحتاج في الدرس كامل. نعم صحيح صحيح كاين المنتبه هذا بناء الدرس وي نعم راه كاينين هاد لي تخيك في الاسئله خاصك ترد البال سؤال مزيان قبل ما تجاوب. وي شكرا. ولكن بناء الدرس هو داك القدرات التعليميه المستهدفه ولا لا داكشي اللي كاين في النشاط وفي استعمال على الحاسبة قدرة مستهدفة قدرة مستهدفة مستهدفة يعني ما غاديش نستعملوها ما غاديش نقولوا عليها حنايا مكتسب قبلي حيت يلا غادي تعرف عليها واي راه استعملها في الكوسينوس في الثامنة استعملها في الكوسينوس حدد قيمة مقربة ديال زاوية تمام جايب تمام زاوية حدد قيمة مقربة لها وايضا العكس في الاتجاه العكسي يعني مكتسب خص دابا يستعملوها في الطونجونت والسينوس ولكن ما كنظنش غتستعملوا الا بغينا نزيدوها غادي نديروا مثلا استعمال على حاسبه لحساب كوسينوس شي حاجه بحال هكا باش تشير بان راه ولكن واش داخله في بناء الدرس هي داخله في بناء الدرس كل واش داخله في بناء الدرس لا ما نحتاجوهاش لا ما نحتاجوش بناء الدرس وبالتالي ما حيت لان رجعنا للسؤال راه قال لك المكتسبات ضروريه لبناء الدرس وي يعني بلا ما نزيدوها بلاش يعني بناء المفاهيم. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. لا ما كنتش هو بالفهم ولا القدرات المستهدفه هذا هو. نعم تفضل. بالنسبه للجذور المربعه راه مكتسب ضمن مبرهنه فيثاغورس مباشره يعني لا داعي نزيدوا الجذور المربعه كمكتسب. واش متفق معايا استاذ ولا لا؟ لا هي صحيح اي حاجه كاينه في شي درس قبلي صراحه الله خصها تحيد. نعم اذا هادو هما المكتسبات اللي بانوا لي استاذ ضروريه لبناء الدرس كما قلت استاذ كاين شي مفتش علق على الدرس باش نحسبوا بها الدرس ما ندخلوش
ودابا بالنسبه للمكتسبات الضروريه اللي بناء الدرس راه اسمع لي استاذ، راه ممكن نبني الدرس بلا ما يكون التلميذ كاع عارف الجذور المربعه. البناء ماشي التمارين، البناء ماشي التمارين، ولا البناء الدرس راه بوحدو، والتمارين راه لا جيتي ما تساليش المكتسبات باش دير تمارين ديال الدرس ديال حساب متتالي. المهم المكتسبات اللي بانت ليا صحيحه، كاين داك جايب تمام زاويه حد ضروري خاص يكون التلميذ عارفو، المثلث القائم زاويه، مبرهنه فيثاغورس، مبرهنه الطاليس المباشره، هادو هما المكتسبات اللي بانوا ليا انايا والله اعلم. يعني انا على المكتسبات الانسان ما خصوش يبقى الاعداد الحقيقيه راه داخله ديما ملي كتقول مبرهنه فيثاغورس المباشره ما دخلتي الاعداد الحقيقيه. إذن باش نأفونسيو شوية الإخوان تفضل لكم واسئ النظر، تبارك الله عليك. مرحبا أستاذ، مرحبا. ندوزو الامتدادات إن شاء الله باش نصرب شوية، نشوفو نيت باش تكون عندنا فرصة. حساب نعم حساب مثلثي ديال الثانويين. إيه الحساب مثلثي. نبداو بالنسبة الامتدادات في الثانوي، كاينش الاعدادي اللي قال الثانوي التاهيلي ولا حنا صراحه الله في المثلثات المتشابهه. اسمح لي استاذ، امتدادات ولفنا كندير واحد المساله كنصنفوهم يا اما افقيا يا اما عموديا. يعني افقيا تنقصدوا بهم المستويات ديال الاعدادي، وعموديا تنقصدوا بهم المستويات ديال التاهيلي. وهذا عندي واحد السؤال، هنا في الاعدادي ممكن تكون عندنا المثلثات المتشابهه. عندي واحد السؤال، تفضل استاذ. بالنسبه للعلاقات المتريه، واش كتقدموها في السنه الثالثه؟ لا ما كاينش، واش كتعطيوها العلاقات بربعه؟ ماشي موضوع درس، غير ك تعملوهم تمارين. تمارين على شاروا ليها في التوجيهات، كتقدم موبايل مباراه في طرس مباشر العكسيه، هذا كنديروا علاقات المتريه. هادو كيتداروا قبل حساب المثلثي. ولكن ما خاصكش تبني معاهم العلاقات، غير كتستعملها في بعض التمارين صافي، دون اتخاذ الموضوع. ما صبرناش عليهم، ما تخدمش موضوع الدرس. حتى التمارين اصلا الدرس غير شي تمرين كتدخل فيه وصافي. بمعنى كنعتبروهاش حنا عندنا في البرنامج ديالهم، ما غاديش تكون عندهم حتى الثانوي واقيلا كيديروا العلاقات المتريه في الثانوي في الجامعة المشترك. هي من الامتدادات العلاقات المتريه والحساب المثلثي والجداء السلمي والدوال المثلثيه، هادشي كله في الثانوي. أستاذ في الإعدادي ممكن تستعملهم في المثلثات المتشابهة في الإعدادي، وحتى الهندسة العلاقات المدرية. لا الحساب المثلثي، دابا كنقلب على الامتدادات الحساب المثلثي. ممكن الامتدادات ديالو المثلثات المتشابهة، لا ممكن نستعملو النسب. لا ممكن نستعملوهم مثلا البرهنة على تساوي زوايا، ولا باش نبينو بلي المثلثات المتشابهة. صح كاينه. وايضا كما قالت الاستاذه الهندسه الفضائيه. لا ممكن، ولكن ماشي في الاعدادي. حتى في الاعدادي كاينه في المثلثات، وغتبقى تحسب شي ضلع في الفضاء ديال شي مثلث. وكاينه كاع في التوجيه. يعني الضبط ديال المساحات ديال الحجوم في المنشور القائم، تخدم في المنشور القائم باش تلقى مثلا. نعم كبير لا سمحتوا لي، عندي واحد الملاحظه. واحد المفتش النهار كانت عندنا شي مناقشه، قال لك الا هما ما قسموش لك يعني في السؤال الثانوي مع الاعدادي، من الاحسن ما ديرش انت شي تقسيم اللي غادي تحصل فيه في التصحيح. مثلا هنا ما كاينش حنا نديروا هاد افقيا ولا عموديا، نذكروا الامتدادات كاملين سواء كانوا في الثانوي ولا في الاعدادي، ما غاديش يكون عندك مشكل في التصحيح حيت ذكرتيهم مجموعين.
انا كنلاحظ اختلاف هاد المفتشين ديال الرياضيات، كل واحد كيقول لك شي حاجه. لا الا مشينا على حساب السؤال راه كما قالت الاستاذ صحيح، قالوا لنا الثانوي بشكل عام لا ما نذكروا اعدادي تاهيلي، نديروا حتى حنا بشكل عام ونخرجوا من باب واسع. ما تدخلش في واحد ملاحظه، اسمح لي استاذ، لو كان بغاو الامتدادات في الثانوي والاعدادي غير يخليو لك الامتدادات هكا، اذكر امتدادات درس حساب مثلثي، لو بعد الامتدادات هاد الدرس هما ماشي مادام شاروا لك الثانوي عرف راه بين الثانوي التاهيلي. وقدروا نتكلموا على الجامعه فهمت جامعي. لا لا ملي قالوا الثانوي، الثانوي معروفه بسلك ايه، الثانوي فيه الاعدادي والتاهيلي. لا بغيت نستثني الفكره، ما نشيلوش ما نقسموش حنايا اعدادي وتاهيلي، نديرو بشكل عام. نديرو جامعي يعني من بعد البكالوريا، راه كاينين امتدادات لهاد الدرس من بعد البكالوريا. اسمح لي استاذ، راه تقدر تلقى امتدادات في خارج الماده راه دابا، ولكن انا اللي بان لي تما ببرنامج ثانوي، يعني انا راه بان لي انا هو الثانوي التاهيلي. لو كان على لاحظتي مقارنه مع الامتحانات اللي دازو، الامتدادات كيقول لك ذكر الامتدادات الدرس، يعني امتدادات الدرس كتذكرهم انت على حساب البرنامج اللي عندنا حنا في الاعدادي. يعني هما بغاو يخصوا لك تما واش يشوفوك واش كطالع على البرنامج ديال الثانوي ولا لا. انا ربما هكا هذا هو اللي بان لي التخمين ديالي وصافي، ولكم يعني باقي الملاحظات. خصوصا ان المجريات مرتبطه كلها، لان الاستاذ ملي غادي يمشي يدوز امتحان مهني لابد ما يطالع على البرنامج ديال الثانوي التاهيلي. و انا هادشي اللي بان لي والله اعلم، ما عرفتش. غادي نكملوا متفقين الاستاذ نفس الفكره كاع داكشي قال لي كاين توافق، حيت اش لاحظتي مقارنه بالامتحانات القدامين كيعطيوك الامتدادات المكتسبات. نزيدو حتى الفيزياء، انا نزيدو الفيزياء. وإلا بغيتي دير حتى الفلك، علم الفلك دير فيه علم الفلك. في برنامج الثانوي ما قصدوش لك في مواد اخرى، اذا خصنا نبقاو في الرياضيات. ولكن الثانوي التاهيلي انا ما بغاش. واش الامتدادات ما كندخل ما كنذكر ما كنذكروش خارج خارج الماده؟ ممكن اه. دابا هذيك الامتدادات كما قال لك ديك المره سي جمال، قال لك دوك الامتدادات راه هو اصلا ما مامنش بهذه الفكره ديال الامتدادات، غير قال لك باش تفادى انك تجاوب واحد الامتدادات اللي كاين في واحد المقرر ديال واحد المؤلف وتسقط في ذاك المؤلف المضاد ليه كيصحح لك. واش فهمتيني ولا انت كتحاول دير واحد الامتدادات هذاك الشيء اللي بان لك انت مثلا؟ اذا الشيء اللي بان لك متفقين على هذه العناصر؟ نعم متفقين مزيان. مش فهمتي الفكرة؟ يعني خصك انت ماشي ديال الاعداد ديال الثانوي ديال التحديد. انا ما نكذب عليك، هذا التصنيف ديال افقي الى عموديا خديناه في السنتر عند المكونين، هما اللي قالوا لنا هذه المسألة ديال انه يتدار افقي ويتدار عمودي، باش حتى هذاك اللي تيشوف تيعرفك علاش كتهضر. اما الا جمعتيهم هكذا راه بحال والو، شي واحد يشوف هذا الشيء مكتوب هكذا يبان ليه كلشي في التاهيلي، والقدر ديال دير بين قوسين وخرج من المشكل. اش ما سونتر اسد واحد الا دابا تندققوا في كل ما دققنا في المسائل نمشيو بالتفاصيل تنخرجوا على الطريق. من الافضل نفهموا داكشي بشكل عام ونحاولوا نفهموا العقليه ديال داك اللي حط السؤال. ربما كاع ما هو ما فراسو كاع هادشي حنا اللي تناقشوا، غير حط السؤال هكاك من الكتاب مباشره، بغا هو داكشي اللي كاين في الكتاب تحطوا ليه، اعتمد عليه وجاب الانشطه منه وداكشي اللي كاين في الدليل ايضا. الله اعلم. نكملوا الجزء الثاني ولا نكملوا الجزء الثاني؟ بالنسبة للامتدادات اللي بغات تزيد راه مازال. مرحبا استاذ، مرحبا. كاين واحد الثلاثيه والمعادلات والمتراجعات المثلثيه جوج ديال المتجنين داخلين في الحساب المثلثي. لا بالنسبه للدواء المثلثيه، لا دواء المثلثيه دواء بوحدها تريغونوميتريك. عبد الواحد زكيكو عند الدراري عند السيوس
دكتور جونز الدواء المثلثية. لكن ممكن نشوف عناصر إيجابية بالنسبة للجزء الأول. متفقين إخوان؟ نشوف العناصر. غير كملاحظة الأساتذة راه السؤال فيه بعض الامتدادات، يعني الإنسان غير يذكر الرئيسية اللي بنت ليه راه أظن أن السؤال غيكون موفق، ماشي كل شيء لحقاش السؤال بعض ما تقدرش قاعد تحيط بهم. وبحال هاد الأسئلة هاد وبلا ما كتروا فيهم النقاشات كاين أسئلة اللي يستاهلوا هادو باينين وواضحين. إذن ربما ذاك الشيء اللي قلنا واقيلا ربما السؤال الأول كان مزيان ياك تيبان ربما مزيان التذكير بجيب تمام زاوية لكن بالنسبة ل الجواب نورمال مو اللي عطينا احنا مثلا قلنا غير مضامين الانشطه المقترحه راه توافق ما عدا مثلا غير هادوك ما ذكرناش داك الجدول كاع مره شنو رايكم فيه ورا بين هما داك المضامين وقفشت لك اللي هو اللي دير الجدول ولا قصد لك المضامين مباشره يعني غير هذا هو الجواب ديالهم هما في السؤال ما قالوش لينا كل نشاط خرجوا شنو قال لنا شنو واش هاد الأنشطة توافق ولا ما لا توافق بالتالي هاد الدول اللي عطاو هذا هذه مجرد عناصر الاجابه يستعين بها المصحح راه المصحح عنده واحد القدره يتصرف فيها ربما تبان لي كاع انت شي حاجه كاع ما كايناش فيك العناصر تبان لي الجواب ديالك صحيح وفق التجربه ديالو غيعطيك صواب صحيح خصوصا فاش تجي عند الرياضيات كاينه الذاتيه كما كيدير الحوار ديالو خاص واخا ضروري تيشوف السؤال على حساب التجربه ديالو الشخصيه واخا كاع يكونوا على راسه الاجابه فعلا انا بالنسبه للمستوى الدراسي المستهدف هذاك دايرين هما دايرين غير ثلاثه اعداد التموقع ما كاينش تعليل نسب مثلثية من جيب وضل زاوية حادة مدرجة في السنة الثالثة إعدادية أنا وقيل أبغاو يديروا السنة الثانية غير غلطوا إيش ديروا؟ هنا السنة الثالثة إعدادية هذاك غير خطأ انطباعي خطأ انطباعي ما يثير الانتباه واش تسلم تلقي ديال السؤال الأول نقطة ها؟ ديك تمرة كاملة جبد انت المضامين في الاخر غير نقطة وكملاحظة راك كاين اشكال في التنقيط ديال العرس الاجابة الا جمعناهم كاملين راه تلقاو فايتين 20 كاين مشكل حسبوا داك اجمعوا كاع ديك النقطة تلقى داك الشيء فات 20 هذا تحكوا علينا هذا بصراحة وكاين بعد الا دار فيهم نقطه 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 بحال صعيب بحال سهل قال لي واحد الاستاذ ديال الاجتماعيات قلت له استاذ راسي سيده واحد الاستاذ ديال الاجتماعيات خدام معايا قلت له واش كتراجع حيت عنده امتحان يعني قلت له واش كتراجع قال لي راه ما تبرصت راسك قال لي راه كيهز واحد 15 ورقه حيدوها الورقه 16 ناجحه ويهزو عاوتاني الزربه هو ملي كتخاد شوف نحطو لي التبريز اكثر ملي كتقرب ريم دابا الباري فايت عدد النقاط اللي كاينين واش السلام عليكم اساتذة السلام عليكم السلام ورحمه الله بغينا نعرفوا شي اخوان دوزوا هذا الامتحان ولا لا اللي فايت عنده داز دوز هذه التجربه ولا لا من بعض الاخوان انا دوزت انا فايت الامتحان حيت كاين واحد صديق معايا دوز وتوفق يعني قال لك راه قال لك كيجاوب واحد الاجوبه اللي ربما تقريبيه ماشي صحيحه ولكن انا اول مره كنشوف هذا عناصر الاجابه والله العظيم يعني كيبان لك ان الاجوبه راه بسيطه جدا احنا كنبقاو واحد الفخ
واحد الفرق كنوقعوا فيه انا صراحه شخصيا في باليوم داكشي اللي كنت في احيانا الاجوبه اللي تنبقاو نعطيو تتكون عامه شي شويه ما تتنزلش النص ديال الموضوع وتشوف بالضبط شنو هو الهدف الخاص لانه كنا كنراجعوا الماده ديال المستجدات والماده ديال ديداكتيك واحيانا تيكون واحد الخلط بيناتهم هما تيبغوك في الديداكتيك تجاوب ما هو رياضي وما هو متعلق بهذاك الدرس بالضبط وتنزل الجواب ديالك على ما هو خاص ما تهضرش بشكل عام انا ربما ديال الحيتيه اللي بانت ليا فيها مشكل في التعامل مع الامتحان لانه نعم استاذ انا تيبان لي الانسان انه ينجز الانشطه بدقه وملي بدا يجاوب يجاوب بشكل دقيق لاحظتوا الاجوبه تما دقيقه جدا تعريف جيب زاويه حاده تعريف ديال زاويه حاده لاحظتوا الاجوبه تما في المضامين يعني بشكل دقيق يعني كيمشيو للجواب كما قال الاستاذ كيمشيو للجواب نيشا واحد الاستاذ دوز حتى هذاك اللي هذاك اللي كيصحح عليك كيسهل عليه الماموريه يعني كيكون الا كان داكشي يعني فوتوكوبي ديال داكشي العناصر الاجابه اللي عاطينو يعني كتسهل عليه الماموريه كي كتدخل ليه الخاطر كتريحو احسن من هذيك فتره الهضره واحد الاستاذ دوز اساسي دا دوز الامتحان وقلت له اعطيني شي نصيحه لا عناصر الاجابه عندك الجواب تيكون بسيط إذا مع الصوت ما تنسمعش مزيان الصوت ما تيتسمعش مزيان واقيلا انا تنسمع استاذ حميد معطل اسمح لي يا استاذ لاحظت اول مره تنشوف انا عناصر الاجابه يعني حاولت نقلب ما لقيتش يعني اول مره تنشوف هاد عناصر الاجابه ديال 2019 ما كاينينش شي عناصر اجابه ديال شي امتحان ديال لا صحيح صحيح احنا الشيء ديال الرياضيات واش مواد اخرى ربما كاين تصحيح الابتدائي كاين تصحيح بالنسبه لنا احنا ما كاين ما كيلوحوش تصحيح ما فهمت انا واش الناس ما تيبغوناش نقراو ولا المفتشين المفتشين ديال الرياضيات ما شنو نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله كل مفتش التفكير ديالو واش نقول لك كلشي حتى هاد الاجوبه راه ربما احنا الكفاءه التربويه في 2014 في الكفاءة في 2014 قال لي خاطر تقول الخاصية المباشرة لمباراة فيثاغورس ماشي مباراة فيثاغورس يعني كاين شي مفتش كل مفتش والهضرة ديالو اختلاف ديال المفتشين واختلاف الآراء ديالو ديرو بحساب راه الحلقة راه كتسجل صحيح صحيح بالنسبة للمجموعة النقاط اللي كنتو قلتو بالنسبة ل سي عبد اللطيف كنسمع شي بحال الا كتهضر ما واش تتهضر ولا غير راه الصوت ضعيف ركبتي فيا الوزوات اليوم بالنسبه للمجموع بالنسبه للمجموع ديال النقاط حسبتو دابا لقيت 22 ونص على 20 انا كاين النقاط السيده يعني وحده في جوج ومن الخير زياده من الخير غير ما يكونوا ناقصين غير ما يكونوا ناقصين صافي اما تيجيو تنقيض من بعد حيت الامتحان ما فيهش تنقيض واخا نكملوا ان شاء الله هذا زيد لي فيه الاخر اللي غندوزو حنا غنقصو فيه بالنسبه للمستوى الدراسي الثالثه اعدادي هذا متفقين دونك قلنا التعليل راه درناه العنوان ديال الدرس الحساب المثلثي موقعه في البرنامج دايرين الدوره الاولى يعني ما محددينش الدروس كاع ايوا صافي مكتسبات القابليه الضروريه بناء الدرس القائم مباراه نطارس هما هذوك يعني داكشي اللي درنا نعم وي وسط اذا هنا بالنسبه للتوقع الدرس نبداو نديرو غير اش من دوره كيما داروا هنا في عرس الاجابه ولا لا 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 انا ما متفقش راه هاد العناصر كي قلنا دابا خاضعه للتاويل العناصر صادره من الوزاره هذوك مجرد عناصر لا عناصر كتكون عناصر الاجابه كتكون عند مثلا المفتش ولا بحال عناصر الاجابه اللي كتكون عندنا حنايا في الصحيحه ديال الامتحان الجهوي ايوا ولكن كتكون صادره هذه دابا صادره من الوزاره ولا لا نعم ولكن استاذ اسمح لي انا مثلا جاوبت درت انا مثلا حتى موقع درت بين درسين متلت القائم والزاويه المحيطه المركزيه
جواب مزيان صحيح. ايوا داكشي بغيت حنا راه هي توزيع الدوري للدروس، راه كل جهه راه عندها توزيع دوري ديالها. غير باش نتفقوا راه ان لاحظتوا التوجيهات يعدوا توزيع دوري حسب كل جهه. يعني انا راه كاين اللي كيقدم درس ديال طاليس كيقدم دروس على دروس، فهمتيني ولا لا؟ داك الترتيب اللي كنديروا حتى ماشي صحيح. ولكن المذكره 193 ديال التكوين، المذكره 193 كتهضر على الفروض، تقدر تطبقها درس بالدرس. واش كل اللي قال لك انا غندير بين هذا وبين هذا؟ هذيك الكلمه ديال انا ما عجبتنيش ديال بين هذا وبين هذا، راه كيبان لي موقع الدرس راه كدير الدوره الاولى، اشنو ولا الدوره الثانيه؟ عندك جوج ديال في البرنامج، عندك الدوره الاولى والدوره الثانيه. علاش غادي نبقى نفصل؟ علاش غادي نبقى نفصل؟ انا كيدير كل توزيع كيدير كاين اللي قدم مثلا الدرس 12 الدرس ديال الحساب العددي على درس الجذور المربعه كيدير. ولكن فهمتوني ولا الفرض؟ اذا من الاحسن ناخذوا هذا الشيء اللي دايرين ربما صحيح، لانه هما كينطرقوا لك من التوجيهات التربويه اللي عاطينك غير كفكره. تفضل يا استاذ الدراسه الاداره هذه مجرد عناصر الاجابه، راه كاين عناصر اخرى فيها العنوان ديال الدرس، وفيها اش من دوره، وفيها اش من فرض. الله اعلم ديال الثانوي 2016 الى فين فهمنا عقلي، يعني راه على حسب ديك اللجنه اللي قدت هذا الفرض وحطت لي عناصر الاجابه، غادي جات لجنه اخرى غتبدا الامتحان غتحط لي عناصر ديالها. هو احسن جواب هو انك يكون كامل، يقول لي الدوره، يقول لي الفرض على الاقل هادو، تيكون هو كانت عناصر مجرد الدوره، انا جاوبت ديالك صحيح، زادوا شي شويه فصلوا كاع الفرض راه الجواب ديالك صحيح، يعني دير انت الجواب الكامل. هذا رأي والله اعلم. وصافي هذا حتى هو رايي يعني. مشكوره استاذ تبارك الله عليك. بالنسبه لامتدادات ربما نفس الشيء، الحساب المثلثي المثلثات المتشابهه ما مذكورش، الهندسه الفضائيه، ثم الجداء السلمي والدوال المثلثيه. يعني اللي ناقصنا هنايا انت استاذ الثانوي ما مشاوش للاعدادي كاع بالمره. لا بالعكس، ها هو دايرين الحساب المثلثي الثانوي. معذره، اي هي معذره، انا ثانوي تاهيلي. الهندسه الفضائيه، الهندسه الفضائيه هنا كيبقى مفتوح. لا راه باين ان جوج نقاط، تعامد في الفضاء، راه الهندسه تعامد في الفضاء، راه درس تعامد في الفضاء. وي تعامد في الفضاء جوج نقاط، راه خاص تقرا مزيان هذاك الجواب، فهمتي؟ راه داير دو بوان تعامد في الفضاء، عاد عريضه العلاقات المتريه، الجداء السلمي والدوال الثلاثي، هذو كلهم دروس كاين تقدر في الاعداد في الفضاء تعامد في الفضاء. راه ما عندناش، انا راه ما عندناش في التوجيهات تعامد في الفضاء. يقول لك بعندنا المستقيم العبوديات، احنا راه ما عندناش تعمد في الفضاء استاذ. في تسعه عندنا التكبير، عندنا التكبير والتصغير. قرات توجيهات مزيانه استاذ. نعم راه حتى بعض مرات الامتحانات الجهويه ما كيحترموش بعض مرات التوجيهات التربويه. لا في التمارين، التمارين ما نهضروش عليهم في الفضاء، ولا لا دابا غير رجع التوجيهات ديال الدرس ديال الهندسه الفضائيه، حساب الحجوم راه هادشي اللي فيه، ما فيش التعامد في الفضاء. يشار الى كاين في الثانوي في السنه الثانيه يشار الى الاوضاع النسبيه مع غير اشارات، ما تدخلش في التعميق ديال الدروس، لان هذا الدرس ماشي سهل باش تبني التعامد في الفضاء والاوضاع النسبيه في الفضاء العلمي. والله اعلم استاذ، انا على حسب التوجيهات، حسب قراءه التوجيهات ما مذكورش فيه، ما كاينش فيه. راه اللي كنلاحظوا بعض المرات الامتحانات حتى الكتب المدرسيه، حتى الكتب المدرسيه ما كتحترمش التوجيهات. قال لك يا الباغي دراسه الباغي الاوضاع النسبيه والتعامد من خلال الصحافه والمشروع، يعني التعامد. ولكن شوف يا الباغي دراسه وابراز الاوضاع النسبيه النسبيه والتعامد من خلال الانشطه حول يعني المنشور القائمه. درت فيه كاع الشيء، كانت التعامد في الفضاء. واخا لكم اذا سمحتوا غنكملوا الجزء الثاني ان شاء الله. حدد معلنا جوابك. طبيعه كل نشاط وارد في هذه الوثيقه، تذكيري، بنائي، توسيعي او
إغنائي كيهضروا على الأنشطة ديال وثيقة جوج. دوك الأنشطة اللي ولين ياك هادو اللي تيبانو في الإكرون هادو راهو ما عاطين تما تذكيري راه باين هذاك تذكيري الأول ولا لا؟ نعم ما عاطين تذكير باستعمال لعب سابق ولا الأول راه تذكيري تذكيري وهذاك الثاني بنائي بنينا المفهوم ديال لعب سابق ديال الجيب بنائي بنائي بنينا المفهوم ديال الجيب غير هنا واش خصنا نعطيو التعليل ولا الرابع بنائي لا الرابع ماشي بنائي لا الثاني 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 والثالث بنائي والرابع توسيعي والثاني الثالث ما يمكنش نعتبره حتى توسيعي لا علاش اش من فاش توسيعي ثالث لان استعملنا المفاهيم استعملنا المفاهيم ديال سمح لي لا باش نبنيو تما طونجونس لا الثالث هذاك لا هذاك فاش كاينه العلاقه فاش بينا العلاقه حيت ما كيبانوش عاد ديال الانشطه الرابع قول لي الرابع راه توسيعي الرابع هذاك صافي توسيعي هذاك راه باين يعني العلاقه بيناتهم الشوط الرابع كان متى هو بنائي بين العلاقات بين توسيعي عفاك استاذ دير لنا كاع النشاط الرابع نشوفوه ما دير راه كاين تداخل ديال الصوت ما بقينا نسمعوا والو عفاك دير لنا النشاط الرابع في ليكرو غادي يبين العلاقات ديال كوس والسين وديال الطونجونت مع السين وكوس ايه هو هذا ممكن نعتبره بنائي الى خدينا بلي بنينا العلاقه ولكن يمكن اعتباره توسيعي العلاقه هذه ماشي ممكن اعتباره توسيعي اعطوني كاع الكلمه ممكن بالنسبه للنشاط الرابع ممكن نعتبره توسيعي لان استعملنا المفهوم او المفهوم ديال الجيب والجيب تمام بحال قلنا توسعنا فيه باش نوصلوا نحددوا العلاقه بين السينيس والكوسينيس غير ممكن نعتبره توسيعي سؤال او سؤال شنو هو النشاط التوسيعي واحد السؤال الاساسي هو كان توسع في المفهوم شنو هو الفرق بينه وبين الاغنائي الفرق بينه وبين الاغنائي هذا هو الاشكال اللي طرح لي حقيقه حسب ما طلعت عليه استاذ ان التوسيعي كتبقى في هذوك المفاهيم اللي عندك داخل هذوك المفاهيم كتوسع فيهم ولكن الاغنائي هي كتجي خارج ديك المفاهيم وكتدخلها كتولف ديك الساعه في نشاط اغنائي انا حسب ما فهمت من هذا المقارنه بين التوسيعي والاغنائي كاين البعض تيقول وما عرفتها قدر صحيح ولا لا هذه المساله ان التوسعي كما قلتي تتوسعوا في المفهوم تقدر بينه علاقه بين المفهومين تقدر بينه والاغنائي تجيب المفهوم في شي ماده اخرى في الاد ولا الانفورماتيك هذا الشيء اللي قال واحد الاستاذ وين باقي حقيقه هذه فيها اشكال شويه لا هذا ممكن دماجي ولا اللي كان ممكن كلمه اتكلم استاذ الكلمه اتكلم لا غير باش ما تدخلش الصوت عاوتاني لا صيفطوني كما قلت لي ديك الساعه لا غير بالنسبه للنشاط الرابع بالنسبه للنشاط الرابع هنا انا الاشكال اللي عندي فيه هو واش نعتبره بنائي يعني نعتبر بلي انا بنيت العلاقه بين السينيس والكوسينيس ولا غنعتبره توسيعي يعني اني توسعت من المفهوم ديال السينيس والكوسينيس باش نوصل للعلاقه اللي كتربط بيناتهم بس سؤال شنو النشاط التوسيعي حقيقه يعني كتاخذ المفهوم كتوسع داخل المفهوم كتوسع داخل المفهوم اخوان البناء يعني يرتبط بالمفهوم دابا المفاهيم اللي غادي يستعملوا في هذا النشاط هي كلها معارف اللي غادي ياخذها التلميذ في هذا الدرس
وبالتالي ما غاديش يتطمر شي حاجه اللي هي سابقه، هي معارف اللي هي في نفس في الدرس، يعني تعرف على الكوسينوس وتعرف على السينوس وتعرف على التانجنت، جاي نشاط الثالث باش يستثمر هذه المعارف يوسعها، يوسعها بهدف اننا نلقاو العلاقه بين الكوسينوس والسينوس ونلقاو العلاقه ما بين السينوس والكوسينوس والتانجنت من جهه اخرى. ما حدنا مازال حنا في الدومين ديال العلاقات اللي كنشتغلوا عليهم في الدرس فهو توسعي، خرجنا على الاطار ديال الدرس ولينا كنهضروا في مجال اخر من غير الرياضيات، ولينا كنهضروا مثلا في الفيزياء ولا في علوم الحياه والارض او في مجال اخر اللي هو بعيد شيئا ما عندنا، راه كنوليو هنايا في نشاط اغنائي، ربما هذا هو الحاجه اللي كاينه في هذا الشيء كامل. لا غير علاش ما نعتبروش بنائي، ولكن السبب واحد، علاش ما نعتبروش بنائي؟ نعم تفضل تفضل. علاش ما نعتبروش بنائي؟ حيت بنينا فيه العلاقه اللي كتربط بين السينوس والكوسينوس. واش اي استاذ هنا في النقطه هذه واش اي علاقه بينها يعني غادي نسميو داك ناشطره بناء؟ الا راه تتبالي التوسعي حتى بالنسبه للدرس ديال الزوايا المركزيه والمحيطيه، العلاقه ما بيناتهم راه بقينا ضمن الزوايا المركزيه والمحيطيه، يعني الا كان شي نشاط فيه حتى هو راه توسعي داخل الدرس. انا الامر متوقف على الاشنا هما الحوايج المكتسبات اللي غادي تخدم بهم، اذا كانوا مكتسبات قبليه من من من, من السنوات الماضيه راه غادي يكون بنائي، لان التلميذ اول مره كيشوف المفهوم وبالتالي راه غادي يكتسب هذيك الطبيعه ديال انه بنائي. ولكن انت راه خدمتي دابا الكوسينوس وخدمتي السينوس وخدمتي التانجنت اي وخدمتي من خلاله شي علاقه، اذا انت خدام في التوسع ماشي في البناء. البناء الكوسينوس هضرتي يعني الا كانت مكتسبات خارج هذا الدرس مثلا كنت هذا اي خارج الدرس. نعم شكرا. بالنسبه ل السلام عليكم. شوف بالنسبه للنشاط رقم واحد، الا بغيت نفهم انا القضيه ديال الاغنائي يعني كيكون وضعيه مندمجه يعني من الواقع المحيط ياك، اذا حتى النشاط الاول هو هو تذكيري واغنائي في نفس يعني اغنائي، ولكن اغنائي بالنسبه للثانيه اعدادي كنا كنعالجوا غيكون اغنائي. اييه متفق معك، كنا كنعالجوا دابا في الثالثه اعدادي. وبالنسبه للنشاط رقم 4 نقدروا نقسموه على جوج، حيت سؤال الف يعني فيه التعرف على العلاقه كوس مربع زائد سينوس مربع يساوي واحد، وسؤال ب فيه العلاقات ما بين النساء يعني الالف بنائي باء توسيعي توسعي. ولكن كما قال الاستاذ سعد الواحد قال لك اودي ديك الفكره اللي انا مقتنع بها، قال لك بما ان خدينا المفاهيم من نفس الدرس وتوسعنا فيها باش نبنيو هذه العلاقه، فهو توسع يعني توسعنا داخل الدرس ماشي امتى غنسميوه بنائي، كون خدينا واحد المفاهيم او واحد يعني مثلا عبد الله مكتسبات قبليه قبل يعني ما دخلش في الدرس واستعملناها للبناء، لبناء مفهوم معين ولا بناء خاص يعني لا خدينا المفاهيم توسعنا باش نوصلوا العلاقه سميوها توسع. نعم صافي واضح استعملناها هذا بناء صحيح. حيت انا اللي بغى يهضر عفاكم عاود يخدم ميكرو لان كان بشويش عفاكم مديرو. نعم عندك الحق، حيت استعملنا العلاقه ما بين الكوسينوس والسينوس باش برهنا هذيك العلاقه. نعم صحيح. ندوزو لهذا الهدف من النشاط من الانفوبيل اللي عندنا في النشاط الثاني، يعني كيهضروا على هاد الفقاعه هذه. لاحظ ان لا مديره لاحظ ان خارج طول الضلع المقابل الزاويه الحاده بي او سي على طول الوتر لا يتغير. باش يديروا ملاحظه ان النسبه ثابته بالنسبه للكوس هدف ديالها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. غير هنا واحد الاشاره بالنسبه للشيء اللي كنت قلت واحد دابا واحد شويه، هنا في هذا السؤال مثلا يقدر شي واحد يجي في هذه الفقاعه يقول الهدف منها هو انه التلميذ تذكره بالخاصيات التي ينبغي استعمالها او كذا وكذا وكذا، هذا ماشي هو الجواب المطلوب، لانك هنايا كتكون جاوبتي بواحد الطريقه اللي هي عامه
اشنا هي هذه الخاصيه علاش اللي كتذكر بها التلميذ؟ داكشي هذا هو الخطا اللي ربما كتكون تتجاوب وتتنسى راسك واحد الوقيته تتولي تتجاوب بشكل عام. دائما حاولوا نزلوا الاسئله ديالنا بشكل خاص على التمارين اللي عندنا والوضعيات. السبب الواحد يمكن لي نتكلم هنا بالنسبه لهذه الاشارات هادو ممكن انها شد انتباه المتعلمين الهدف المراد استخراجي من هذا التمرين او من هذا النشاط. يعني شنو بغينا الخاصيه اللي بغينا نخرجوها من هذا النشاط ولا لا؟ هذا تيبقى عام، هذا جواب عام. هذا اي نشاط تحدد الخاصيه تقدر تجاوب يعني فيه بهذه الطريقه، يعني نحددوا الخاصيه بالضبط. على الكلام حددنا شنو هو بالضبط، شنو اللي مطلوب هنايا، اشنا هي ديك المساعده، شنو هو الحاجه اللي بالنسبه راه النشاط اثنان تما اللي قالوا لك زعما كديك الفقره في النشاط اثنان شنو المعنى ديالها، التاويل ديالها زعما التاويل الرياضي ديالها الا بغينا نقولوا شنو كتعني. واش حددوا النشاط ولا في جميع الانشطه؟ دابا قال لك لا غير في النشاط الثاني. رجع واش معذره نسيت ثلاثه انا الفوق. بالنسبه للمعنى ديال هذيك هذيك لانفوبول ربما بغاو يقصدوا بها ان السينيس ديال هذيك الزاويه ما مرتبطش بالاطوال ديال الاضلاع المثلث، واخا يتغيروا الاطوال ديال الاضلاع المثلث يعني مرتبط فقط بديك القياس ديال ديك الزاويه اللي بغينا نحسبوا السينيس ديالها. شنو هو السؤال السي عبد الواحد؟ شنو السؤال بالضبط؟ كيف مكتوب السؤال؟ الملاحظه المدرجه. يعطي تفسيرا للملاحظه المدرجه في الفقاعه انفوبول وارده في النشاط اثنان. يعني كيقصدوا يعني واخا نغيروا هذوك نحركوا هذوك النقاط اي و ا، دونك الا حركنا هذوك النقاط اي و ا ما غيتغيرش هذاك السينوس. صحيح، ولكن ولكن انا اللي قريت انا في هذا السؤال هو شنو هو الهدف منها؟ علاش حطوها كاع ولا لا؟ علاش تحطات ماشي نقرا وحده راه عارفين شنو فيها، ولكن علاش تحطات ولا لا؟ ماشي علاش، راه عطيت تفسيرا للملاحظه. علاش حطينا هذه الملاحظه هذه؟ استاذ مش علاش تحطها، غادي ملاحظه هذا المكتوبه بحال هكا ما خصكش. السؤال بشكل سطحي، راه الا تعلم همسوا بشكل سطحي وتهمات يعني تفسير الملاحظه، الملاحظه المكتوبه تما علاش ريادي الا بديتي تفهم غتقول غتمشي علاش تحط هذاك تما تقدر تجاوب ان تحط ديك القطعه بشكل توجه تلام لواحد لا داك ماشي هو تلام لواحد الحاجه ولا شي حاجه، ولكن وهي الملاحظه اللي مكتوبه الملاحظه المدرجه يعني داكشي اللي مكتوب. استاذ بالنسبه للتفسير ديال هذيك الملاحظه هو ان السينيس نتاع ديال الزاويه كيبقى ثابت ما كيتغيرش واخا يتغيروا الاطوال ديال الاضلاع، لان حنا فين تنبنيو هذاك النشاط كتلقى دوك النسب متساويين سواء المثلث الاول ولا الثاني ولا الثالث، يعني تعطيك نفس النسبه بحال بحال. استاذ يعني دابا مثلا فاش غادي تشرح هذا الكلام راه ما قالش لا بالنسبه للتلامذ، يعني تفسير الملاحظة اش تعني بالنسبة للتلامذة باش نقولوا إثارة انتباه المتعلم إلى عدم، لا نفسروها حنا رياضيا اش تعني عندنا حنا رياضيا، وهي راه رياضيا عدم تغير النسب ديال الأطفال. هي متفق معك أستاذ، يعني غادي تفسرها لهم غادي تقول وراه ما تسولوناش اش تعني بالنسبة للتلامذة، ولا إلا فسرتها رياضيا راه غادي تفسرها للتلامذة المهم غادي تفسرها رياضيا. لا تيمتحن المعارف ديالك نتايا، تيمتحن المعارف ديال الاستاذ اش الا غادي يمتحن الاستاذ تعني الا غادي اسمح لي الا غادي يمتحن المعارف ديالك راه الجواب اللي غادي تحط هو انه هذاك عباره عن سجل تم وضعه لمساعده التلميذ على التوصل لواحد النتيجه معينه،
هذه الفكره اللي عندي انا اسمح لي استاذ هذيك راه هذيك ماشي ديزاين كبير هذا المدرجه في الفقعه الملاحظه المدرجه في الفقعه ماشي الفقعه واش تعني التلامس ديك الملاحظه اش تعني سرها لينا هادشي اللي فهمت والله اعلم انا متفق معك ملي كتبوا يعني الملاحظه المدرجه ما كون كان كون كانت هذه اللي قلنا احنا غيكون الفقعه وي استاذ بالنسبه مثلا راه هذيك الملاحظه راه يقدر يقول لك شي تلميذ فسرها لي يا استاذ يعني راه هذاك هو السؤال اللي واضعين الناس تمايا واش يعني نفسر المتن ديال الملاحظه ولا ورود الملاحظه راه هذا هو الاختلاف دابا واش غنفسر المتن ديال الملاحظه كنص استاذ انا غنفسر ونفسر لا الاهميه ديال ديك الملاحظه واش كاين شي استاذ يمكن بغى يتكلم يمكن وما عطيناش الكلمه مع ديرا سمحوا لي راه واقيلا كاين الاستاذ كيبغي يهضر وتنحبس سمح لينا استاذ تفضل ماشي مشكل قلت لك هذيك كنظن انه كيهضروا على ما تحتويه الفقاعه في النشاط يعني الاهميه ديالها في النشاط يعني ان غادي هذيك النسبه لا تتغير وهي مرتبطه بالزاويه وخا نغيروا هذوك القياسات ما هذيك النسبه مرتبطه فقط بالزاويه اللي هي الجيب ديال جيب الزاويه وان هذيك النسبه كتبقى ثابته نعم والله اعلم هادشي اللي يبان لي انا ما عرفش ندوزو للتعاريف والقواعد ولا باقي شي حاجه اذا غير كي قلت لكم دابا راه المستجدات هاد العام راه ما كاينينش غير لانه راه تيولي الاسقاط واحد شويه راه كتولي تتجاوب بلاصه ما تجاوب ديداكتيك كتولي تتجاوب في المستجدات راه ربما يقدر يطرح نفس السؤال في المستجدات وطريقه ديال التناول ديالو راه غتكون مختلفه انا كي قلنا بانه راه سجيل وانه راه كيعطي تلميح للتلميذ الهدف اللي كيتوصل اللي خصو يوصل ليه وان راه ابراز الاهداف من المواضيع هذه واحد الاستراتيجيه اللي هي كيعتمدها بعض المدرسين وناقشوا مدى الصوابيه ديال هذيك الاستراتيجيه او لا يعني راه بغيت تدخل راسك شي مشاكل وتما بقيتي ما لا تديتي النقطه لا جواب عطيتي قد تفضلوا الاساتذه اللي نكتب هنا الملخص ياك ديال كل نشاط فين وصلنا دابا هذا التعريف والقواعد الواردة في الأنشطة المقدمة كنظن بلاش معروفين باش نزيدو اوكي يلا المهم الدرس الاول راه جايب تمام زاويه هذاك راه ضروري النشاط الثاني الجايب النشاط الثالث كاشاره غتخصنا نكتبو التعاريف ياك نكتبو منيت نكتبو الكونسيليس نكتبو التعريف ديالو وهكذا ياك في الفرد في الامتحان والله ما عرفت نشوفو العناصر اش انا صراحه ما فهمت السؤال حقا انت يطرح واش خصنا نكتبو داكشي مكتوب ولا غير العناوين لا انا تيبان لي نكتبو التعريف باش غيدي الوقت التعريف كاملين لان راه ماشي شي حاجه كثيره تعريف ديال الطونجونت وهذوك القاعدتين جوج ديال التعاريف شوف واش السؤال فيه يستخدم التعاريف والقواعد ديال الصياغه وبالتالي خصنا نقولوا التعريف نقولوا التعريف ونقولوا القاعده باش نشيروا نقولوا مثلا التعريف ديال كوسينوس ولا ما خصنا نقولوه لا استاذ بالنسبه لهنايا استاذ صافي شنو هو التعريف اللي ممكن نخرجوا تمايا في هذه الانشطه هذا صافي تعريف تاع السينيس والتعريف تاع الطونجونت بلا ما تذكروا زعما لا بلا ما تذكروا ماشي بالضروره انا كيبان لي بالنسبه لك جوج العلاقات القواعد علاش ماشي بالضروره استاذ تصيغ التعريف اللي كتكتب مثلا قال لك غير اللي بحال الوقت
اما راه خصك تكتبهم في في في, في الامتحان. ها هو دابا موجودين في الكتاب ولكن في الامتحان خصك يتكتبوا يتكتبوا. انا كندور خاصهم يتكتبوا لان باش تحقق هذيك الكفايه اللي كاينه في الاطار المرجعي ديال جداده، حيت ما كايناش في الا لاحظتوا الامتحان الموضوع ما كايناش جداده، اذا هما بغاو يستهدفوا هذه الكفايه اللي كاينه ديال تحضير الدرس يعني بالقواعد ديالو وديك. والله علم استاذ ما يمكنناش نعرفوا واش هذاك الشيء اللي بغا يستهدفوا ولا لا. يعني غير فاش كيقول لك استخرج التعاريف والقواعد، استخرج التعاريف يعني خصنا نذكروا التعريف اللي كاين ولا لا؟ صحيح انا كيبان لي حدد اذا راه غنذكروه التعريف نذكروه وهو من التعريف ديال الا ذكرناه ما غيكون الجواب ديالنا خطا. المشكل الا كان مطلوب التذكر وما ذكرناش ديك الساعه غيكون عندها مشكل، من احسن اللي تذكر. غير هو دابا الكوسينيس واش التعريف ديالو لا الكوسينيس لا مكتسب قبليا راه فيه العلوي اصلا. الكوسينيس ما غنذكروش، القاعده ديال الكوسينيس راه ما استخرجناهاش راه استعملناها حيت هي مكتسب كيف النشاط راه قال لك النشاط راه قال لك الوارده في الانشطه المقدمه راه خصك تفهم السؤال مزيان اقراه مزيان اشنو فيه قال لك حديث التعريف والقواعد الوارده في الانشطه المقدمه يعني خصك تدير تعريف كوسينيس يعني ماشي التي تم بناؤها لا بكروم لا التي تم بناؤها حقيقه راه طرح لي اشكال بزاف حتى انا في هذه المساله تقرا مزيان السؤال ودقق قراه يكون واضح راه بعض المرات تتلف غير شي واو ولا شي واو العطف ولا شي كلمه تتبدل كاع السؤال كامل. سي عميد قلت لك كنت قبيله قلت لك واحد الاستاذ راه دوز هذا الامتحان وينجح وقلت له شنو النصيحه اللي تقدر تعطيني حاليا قال لي شوف السؤال زوميه مزيان والجواب تاع هو زوميه مزيان صافي هذو هما جوج النصائح اللي قال يعني خاصك تقرا السؤال مزيان. اي الله يجزيك بخير نصيحه جواب هو مدقق اي زومي مزيان وايدي ما تدخلش في المفاهيم الا كتدخل ديال الزوم الا زوميت حتى تفرقعوا تقد زوميت بعد ما تصدق شي امور تمشي بعيد اللهم واحد صديق دوز العام الفيت ونجح فيه اول عام كيدوزو اول عام كيدوز امتحان مهني ونجح فيه وموج ليه بزاف ولكن قال لك تلقاه كانت مع الدروس ديال الثالثه مفهومين شويه لا هذا مقارنه مع الاخرين اللي قبل هذا مزيان حتى اصلا الدروس فيه الدروس ديال الثالثه اعدادي كاين غير هذاك الجزء الاخر اللي فيه هو اللي شي شويه مشكل ديال هذا اللي كيهضر على سميتو معلم هذا هو اللي شي شويه فيه المشاكل اما كاع داكشي الاخر راه باين مهارات لا ماشي الموضوع الاول كان مزيان الموضوع الاول ما فيهش صراحه الله مشاكل الموضوع الاول باين الموضوع الثاني الموضوع الثاني فاش كان المشاكل هذا داك الجزء الثالث فيه شي مشاكل تما واخا نكمل ان شاء الله تقنيه الوارده في حل التمرين نساليو بعدا على الاقل هذا الموضوع نحيدو علينا كاين واحد بدا كتبنت لينا تما استعمالها للحاسبه التقنيه ولا مهاره دونك شنو التقنيات والمهارات ياك وقال لك كاينين تقنيات وحدهم والمهارات السؤال الاول التقنيات والسؤال الثاني المهارات استعمال محسبه التقنيه ياك واحد التقنيه واحد زول المهارات انا حيت الكونسول العمليات على الكونسول ويمكن التكسيه تما كاين توحيد المقامات عمليات على الكونسول كاين تعميل وتوحيد المقامات كاين نشر والتعميل كاين الحل ديال المعادله ديال بشكل عام حساب على الكونسول
واش هذا حل معادله نعتبروه معرفه ولا نعتبروه تقنيه؟ مازالنا عندنا هذه المشكله مع هذا حل معادله. هو نورمالمون تقنيه حيت كاين هو معرفه. لا المعادله هي المعرفه. لا ملي كنقولوا المعرفه طهاره ثلاثه بهم اللي كنقولوا معادله سدا اللي كنقولوا معادله من الدرجه الاولى الو نعم استاذ تفضلي سدا سيرو سدا استاذ تفضلي زيد اوسط زيد تفضل اوسط قلت لك بالنسبه للي كنقولوا معادله مثلا معادله من الدرجه الاولى ومعادله تساؤل في حلها هنا كنهضروا على معرفه ملي كنهضروا على حل معادله هنا ما بقيناش كنهضروا على معرفه هنا ولينا كنهضروا على مهاره ملي غنوليو نهضروا على طريقه ديال حل المعادله مثلا جمع المجاهيل في طرف والمعلم في طرف غنوليو نهضروا على التقنيه كنت تعاود استاذ فهمتي الفكره ديالي نعم دابا ماشي تعاود استاذ الطريقه باش نحطوها هاد حل المعادله كاين اللي غادي قال لي استاذ نعاود واش قلتي لي نعاود بحال اسمع سي استاذ قال لي عاود نو تفضل اذا عندك شي حاجه تفضل اي عاود استاذ بحال الا سمعت شي استاذ قال لي عاود بحال الا سمعت نعم قلت لك بالنسبه مثلا ملي كنقول معادله من الدرجه الاولى بمجهول او معادله تاول في حلها الى غير ذلك هنا غنولي كنكون كنهضر على معرفه اللي غنكون كنهضر على حل معادله هنا كنهضر على مهاره حل معادله ملي كنولي نهضر على الطريقه ديال الحل مثلا تقنيه ديال الجدان المنعدم ولا جمع مجاهيل في طرف ومعالم في طرف ولا تقنيه اللي غنستعمل ديال الحساب هنا غنولي نهضر في التقنيات يعني المعادله يعني ممكن يعني على حسب كيفاش شنو قلنا فيها الا قلنا معادله من الدرجه الاولى هنا كنهضروا على معرفه قلنا الحل ديالها كنهضروا على مهاره كنهضروا على اليه الحل كنهضروا على التقنيه كنوليو في التقنيه نعم نعم شكرا وكاين قلنا استعمال الحسابات وحينما قام التعمير ربما حتى التعويض ياك التعويض حتى انا كتبتهم وكاين شي حاجه اخرى النشر ما كاينش ياك ولكن واش التعويض تقنيه هذا هو السؤال كنسميو تقنيه التعويض مكتوبه بحال هكذا تقنيه التعويض في التوجيهات انا واكي قلت لك بالنسبه للتقنيه نعرف تقنيه الا تسمت في التوجيهات التربويه كتلقاها هكذا مكتوبه تقنيه كذا قرفت في التوجيهات الا لقيتي مكتوبه تقنيه التعويض ولا تقنيه التعميل ولا هذا تنعتبرها تقنيه شي حاجه اخرى ما نكذبش عليك باقي هو كي قال سي محمد قمة تيخصها واحد البروتوكول معين إلى شي مراحل معينة باش تنجز هذا هو بينه وبين المهارة بشكل عام حقيقة عندي واحد الفكرة نتلاقى مع هادشي اللي الامتحانات اللي ناقشناه وهادشي كامل كل مفهوم رياضي عنده واحد اللي نقولوا له نظري واحد الجانب تقني فيثاغورس عنده راه معارف واحد الجزء معرفي واحد الجزء تقني أي مفهوم ضروري لحقاش الرياضيات هذه ضروري عندها واحد الشق في البروتوكول فيثاغورس طاليس اي حاجه راه عندها واحد الجانب تقني تستعمل البروتوكول تتبع الله اعلم نكملوا اذا صافي ربما شي اللي كاين ياك واخا شوفوا بالنسبه لدابا المهارات الله هذا الجزء اللي بقى لنا ان شاء الله نساليو بالشكل الجذب ابي سميت القيمه نهضروا دابا على حل المعادله مهاره حل المعادله مهاره دابا حل المعادله مهاره واش نقولوا حل معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد للتحديد فقط عندنا على سبب اش عندنا هنا عندنا حل معادله تقنيه فنظري والله اعلم
المهارات اللي كانت واردة في ديال 2016 فيها الصياغة النمذجة الاستنتاج الملاحظة شي حاجة عامة، مهارة شي حاجة اللي هي ما تقدرش تقيسها، لكن حل المعادلة هنا راه تقنية. حل المعادلة بروتوكول أستاذي ما تقول حل المعادلة راه مهارة تقول تريد مسألة تريد مسألة ما بمعادلة تكون مهارة لما اللي كنقول حل المعادلة، لكن حل المعادلة بس مجرد بهذه الطريقة لا، ملي كنقول حل المعادلة ما هي مهارة، آلية الحل هي التقنية. لأن دابا عندنا معادلة غنستعملوا فيها مجموعة من الآليات باش نحلوها، هذيك الآلية اللي غنستعملوها تقنية. نعم أستاذ، بمعنى خاصة نعتبروها تقنية لأن الخطوات ديال حل المعادلة استعملهم هو في الجواب ديالو، يعني التقنيات اللي استعمل هو ماشي حل المعادله بحد ذاتها، حيت ماشي المغزى منه انه يحل المعادله، هو غير استعملها باش يوصل الجواب اللي كيقلب عليه. يعني ممكن لان الهدف ماشي هو حل المعادله غير هي استعملها ولكن الا كان هكا غتكون عندنا مهاره واحده هي ديال المرتبطه بالسؤال المهارات اللي شفت الله اعلم تكون بشكل عام، المهارات تكون عامه، ملاحظه استنتاج الصياغه النمذجه استعداد استحضار معارف مناسبه لحل وضعيه تكون بشكل ما تقدرش تعلمها للتلميذ مثلا تقول ليه تبع هذه الطريقه راه تكون عندك مهارات الملاحظه ولا مهارات الصياغه ولا مهارات النمذجه ولا مهارات تريد مساله، ما تقدرش. مساله عامه هو تكتسبها عن طريق التمرس المباشر. نديروا مثلا حساب تونجونت في مثلثين مختلفين، لانه يستعمل التعريف ديالو ديال ظل الزاويه. راه غير تستعمل تونجونت ولا الكوسينيس ولا السينيس راه مهاره. نعم، قدروا نقولوا الإخوان، قدروا نقولوا توظيف النسب المثلثية المناسبة، استعمال تانجونت هذه تسمى تقنية. أي على كم مهارة؟ استعمال تانجونت تقنية ولا مهارة؟ استعمال النسب المثلثية المناسبة، يعني خاصو داك الاختيار المناسب للنسبة المثلثية المناسبة هي المهارة. يعني كيفاش حاول يلقى النسبه المثلثيه المناسبه، هنا هذه هي المهاره اللي كنعتبروها مهاره. دابا تطبيق المعارف، واش تطبيق المعارف واش هو مهاره ولا تقنيه؟ التي اسمح لي في هذا النقطه، لا اختيار المناسب للمعرفه المناسبه. التطبيق ديال المعارف واش هو تقنيه ولا مهاره؟ التطبيق ديال المعارف، التطبيق ديالها تيتسمى تقنيه، ولكن اختيار المعرفه ولا الصيغه المناسبه هذيك هي المهاره. كاينين بزاف ديال المعارف. وتعلم حسب على ما قال السي كمال محمد كمال الاستاذ ذاك المره، قال لك راه تطبيق المعارف هو مهاره، وآلية التطبيق هي التقنيه. واحد كان كيصحح واحد حاجه، شي مهاره اخرى اللي نقدروا نزيدوها من غير هذا توظيف ظل الزاويه في مثلثين؟ دونك نقدروا نديروا الاستنتاج كيف ما قال، استعمل اولى الملاحظه ديال الشكل بشكل صحيح يخرج منه المعطيات. نعم استاذ. اخوان بالنسبه للمهارات دائما كنصح الاخوان من جهه السؤال، من الافضل باش تني الطعم الجواب ديالك زيد واحد الحوايج اللي تيتسموا امور اللي هي ديما تذكر في المهارات، منها كما قالت الاستاذ الاستنتاج، الملاحظه الجيده، توظيف الشكل الهندسي، زيد معطيات رئيسية. هادو ديما الجواب من الأفضل يتحفظ كاع المشكل. أولاد ملاحظة الإخوان القديمة يديروا حقا ديما قراءة الشكل مثلا مهارة الصياغة الرياضية الصياغة مثلا غير باش يكون الجواب ديال. نعم اسمح لي، معناتها نسمع الصوت قليل وتنهضر، ما باقي تتهضر أستاذ تفضل. دونك غير بالنسبه لملاحظه الشكل ربما غير باش يكون يعني جواب ديالنا خاص شويه، يعني الملاحظه المهمه هو انه بعد ان ا بي هو ضلع مقابل في مثلثين، هذه ملاحظه ربما هي باش تكون هذيك المهاره محدده بشكل دقيق. نعم
ذاك الضلع أب ومقابل الزاوية. لأنه كي قلنا دابا هذا جواب عام ملاحظة الشكل واستخراج معطيات، هذا حاجة مهارة اللي تقدر ديرها في كلشي تمارين. راه هي كوكا وستات معاودة دابا في شحال من عناصر ديال الإجابة تتلقاها هكا عامة ملاحظة الاستنتاج. أصلا هذا هو المطلوب، هذا هو الإشكال دابا في هذه المهارة. مهارة هذا شي حاجة في 2016 عناصر ديال 2016 كاينة النمذجة بين الصياغة الرياضية بشكل عام، يعني المسألة اللي غيحتاجها التلميذ يجاوب على ديك المهارة اللي هي واحد المسألة حسية افتراضية ما تقدرش تجي ليها القياس. داكشي علاش عامة ديما في هاد الحالة ديالنا. مبين. السلام عليكم. السلام عليكم. مبين المهارات ممكن استضيف ديال فهم ما هو مطلوب من خلال هاد التمرين. يعني فهم الوضعية. صافي. المهم حاجة أساسية اللي ما كتعاودش السؤال هي توظيف النسب المثلثية المناسبة. إلا لاحظتوا تماك بعد القراءة الصحيحة المعطيات ومحاولة ربطها وإلى آخره، خاصنا ضروري تكون عندو مهارة ديال توظيف النسب المثلثية المناسبة. ما مش بضروري نذكروا الطونجونت ولا غير بصفة عامة، نحاول نذكر المهارة وهي التوظيف المناسب لهذه النسبة المثلثية. هنا نرجع لعناصر ديال الإجابة بالنسبة لهذا الجزء اللي سالينا دابا. بالنسبة لطبيعة الأنشطة، النشاط الأول تذكيري، وهنا راه دابا التعليل القضية. إذا خصنا ضروري نعاودو نديرو التعليل ربما فاش نعطيو الطبيعة ديال النشاط. تذكيري تذكير بجيب تمام زاوية حادة وتوظيفه في حساب الأطوال. النشاط الثاني بنائي بناء مفهوم جيد زاوية حادة. الثالث بنائي بمفهوم ظل زاوية حادة. والرابع توسيعي تحديد العلاقة التي تربط جيب وجيب تمام زاوية حادة، إبراز العلاقة التي تربطه معذرة ظل زاوية حادة بجيبها وبجيب تمامها. لأن غير خصنا نهضروا على التعليل وصافي ربما هذا هو الفرق. خاصك دير كل نشاط جدول، دير النشاط دير النوع ديالو والتعليل علاش قلتي انه تذكيري او بنائي او توسعي. انا غيكون التعليل مقتضى غيكون غير ماشي ضروري فيه كقاعده اساتذه. اي سؤال بشكل عام نستنتجو غير من هنايا، اي سؤال تعطاك واخا ما قال لك التعليل انت ارفقه بتعليل انتي بتفسير ولا شي حاجه، مثلا بحال المصادر إذا قال لك مصدر الخطأ مزيان تزيد لي واحد التفسير علاش اختاريت ذاك المصدر من غير مصدر آخر، هكاك تيزيد واحد المصداقية للجواب ديال. بالنسبة للسؤال الثاني الهدف من الفقاعة، يعني داك الشيء كنا كنهضروا عليه ما نهضروش بشكل خاص، هما كاع يعطوا كاع حتى النقط. اش قالوا لنا؟ بي سي على او بي يساوي ايك على او اي، معامل تناسب غير مرتبط بموقع ا و اي على او بي وبموقع ك و او على او سي، يرتبط حصرا بالزاوية الحادة بـ أوسي التي قياسها هو قياس الزاوية بـ أوسي. أو... نعم. غير أساس إذا كان ملاحظة، هادشي كاع العناصر ديال الإجابة راه فوتوكوبي جايبينهم من الدليل ديال المحيط، يعني داكشي اللي دار شد الكتاب ودار اللي فوتوكوبي طلب منك داكشي اللي كاين في الكتاب. دابا هادشي اللي إشكالية خصك أنت تفهم أش بغا، ولكن هو راه غير جايب لك داكشي من الكتاب كاع ما دار إجتهاد ولا شي حاجة. تحديد المعارف المرتبطة بكل نشاط على شكل تعريف داك الشيء اللي كنا كتبنا ديك الساعات. التقنيات الواردة في التمرين دونك دايرين حساب القصور، دايرين حساب القصور هذا ما درناش، الحساب الحرفي النشر والتعميل واستعمال المحسبة، يعني لا تعويض لا بغيت نشوف النشر فين كاين.
هو في الحساب الحرفي دابا تقراش بشكل عام. والنصر في المقام حسبوها هما في حساب الكسور ذكرنا في الحساب الحرفي. لا هو دابا تيهضر على النشر. النشر ما كاينش فعلا. النشر واش كاين في الوثيقه رقم 3؟ شوفوا التمرينين لا تشوف التمرين انا دير تمرين وحدك وثيقه 3 واش كاين النشر فيها واحد من صحابي واش كاين جوج خلط معاه الو هادو كيغمقوا لينا السلام. بحال عطاو التقنيات بصفه عامه لا ولكن كاين الاساس اللي كاين التعميل واه ولكن النشر التعميل راه اتفقنا عليه. النشر ما كاينش هو ذكر لك الدرس على ما اظن ولا هذا الدرس التقنيه. شوفوا المهارات النشر ماشي هي النشر. شوفوا المهارات دايرين لاكاتويه توظيف النسب المثلثيه المناسبه الاستنتاج وملاحظه جيده حسن توظيف الشكل الهندسي يعني بشكل عام تشكيل تحديد المعطيات الرئيسيه وربطها مع بعضها البعض يعني تيبان لي غير نحفظوا هادو ونمشيو نحطوهم داكشي اللي كاين اي امتحان تعطى ما عرفتش الله سيدي لا حول ولا قوه الا بالله رضي الله بعد الى ممكن السي عبد واحد تبارطاج معنا العناصر الاجوبه داخل معنا استاذ الجروب ديال واتساب راه بارطاجا ولا اساتذه كاين انا بارطاجيو في زوم حتى هو في تيم زعما الى لاحظتوا ديك المعادلات المعادلات ما ذكروها لا في التقنيه لا في المهاره بحال المعادله ايه اعتبروها معرفه حل المعادله لهذا الحساب. ولكن واش حل المعادله معرفه ديرو مشكل. انا كيبان لي استاذ وقيلا دخلوها مع هذيك الصياغه الرياضيه اودي هادو راه باكي يديروا حتى مجهود في هادشي كما قلت استاذ كيمشيو داك الكتاب يصوروا لنا هادشي. والله راه هادشي اللي تيبان الاساتذه واخا كتبنا كاع داك الجواب ديالنا حنا اللي كتبناه راه يعتبر صحيح. كتبتي مثلا الحل المعادله كتقنيه ولا مساله اللي هي صحيحه راه على حساب المفتش المصحح الا شاف داكشي راه منطقي راه غيتقلب ويقبل الجواب تتبقى مجرد عناصر الاجابه راه كوبي كولي طاح على واحد الكتاب والصور وحط لي داكشي باش هو ما يتعدل في عناصر الاجابه يكتبوا تبقى هي عناصر الاجابه وسد. نعم استغفر الله العظيم. اذا الاخوان استمروا لنوقفوا هنا ان شاء الله حتى نكمل ان شاء الله ربما ياك الله يجعل شي بركه الله يجعل شكرا للجميع على المشاركه وعلى الاسهامات ديالهم. شكرا استاذ شكرا شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي ان شاء الله الاربعاء ان شاء الله. سمحوا لنا على ديك الساعه توقيت درنا شويه الضروج مفاش.